بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال برنامج جديد بيظهر كل سنة، كل ما يكون النادي الأهلي في المونديال بيظهر هذا البرنامج، ولأنه النادي الأهلي بيكون دائما في المونديال بيكون دائما برنامج الأهلي في المونديال مختلف. مختلف إيه؟ مختلف بحاجات كتيرة جدا جدا جدا. كل قناة النادي الأهلي بتشارك هذا البرنامج مع الجميع من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة الحقيقة هيكون موجود معنا وهيقدم هذا البرنامج طبعا وأحد النجوم الكبار سواء في النادي الأهلي وأيضا أحد النجوم الكبار في شاشة قناة الأهلي، النجم الكبير كابتن أيمن شوقي. ازيك يا نجم؟ انا سامعك كابتن اسلام، وحشني والله. اول مره نكون مع بعض على الهواء، احنا اسكندرانيه زي بعض، بس يعني سعيد جدا ان حضرتك تكون معانا. انا اسعد يا كابتن، وان شاء الله دايما كده مع بعض باذن الله. الله يخليك. شرف لينا يا كابتن. شرف ليا، ربنا يخليك. سعيد جدا اني معاك، وسعيد جدا ان احنا على شاشه قناه النادي الاهلي، نادينا العظيم وجماهيره العظيمه اللي دايما بتفتخر بناديها ومكانته الكبيره على مستوى العالم كله، مش في افريقيا ولا في مصر بس. وان شاء الله ان شاء الله تكون باذن الله حلقات جميله يا رب، واكيد انت الاجمل. ربنا يخليك يا كابتن، ونتابع كل كبيره وصغيره، واكيد عندنا مفاجات كتير ان شاء الله باذن الله. وباذن الله زي ما شفنا امبارح الاستقبال الرائع للنادي الاهلي كالعاده، كعاده جماهير النادي الاهلي في كل حته، كان استقبال اكثر من رائع امبارح في الامارات. مظبوط. يعني الحقيقه كابتن ايمن عندنا بالفعل مفاجات كثيره جدا، نقول هذه المفاجات طبعا وجود النجم ايمن شوقي معانا النهارده، وعندنا مفاجات كثيره خلال الايام المقبله هتسمعوا عنها في هذا البرنامج. كابتن ايمن شوقي انا وهو طبعا، او هو وانا، هنتشارك في تقديم حلقه النهارده، اولى حلقات برنامج الاهلي في المونديال. وعندنا حلقات او عندنا فقرات داخل الحلقة الأولى، فقرات مميزة هيكون معانا النهاردة صديقتنا العزيزة وزميلتنا العزيزة مريم سميحة، نتكلم معاها عن أهم الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في المونديال. وأيضا بعد كده هيكون معانا كالعادة كابتن أيمن، السنة اللي فاتت إحنا كل سنة أصل إحنا في المونديال، فبالنسبة لنا الحاجات دي حاجة كده بسيطة. يعني أنت عارف السنة اللي فاتت كنت بتشرف إن أنا بعمل برنامج الأهلي في المونديال، أيضا السنة دي بتشرف بإن أنا بكون جزء من هذا البرنامج في وجود حضرتك ووجود جميع زملائنا. فالنهاردة أحمد ثابت برضو وكريم سعيد هيكونوا معانا في الجزء الخاص بالتحليل، وده بيبقى جزء مهم جدا. صحيح. هو حضرتك قلت في الأول إن أنا النهاردة بس معاك. لا مش النهاردة بس، يعني ما أنت على طول معايا يا كابتن، إحنا إخوات ما أنت عارف. لا طبعا بنتكلم طبعا عن عظمة النادي الأهلي طبعًا. تاريخ النادي الأهلي، ويمكن من ضمن الأرقام القياسية اللي بحققها النادي الأهلي إن هو لسابع مرة بيتواجد في المونديال، وده حاجة كبيرة جدا. وعايز أسألك سؤال، هو مين يدخل مونديال زي مونديال كاس العالم دوت في افريقيا غير النادي الاهلي؟ ادينا هنشوف. احنا بقى لنا سبع مرات احنا اللي بنروح واحنا اللي بنعمل كل حاجه، والفارق واضح. يعني انا شخصيا حضرت مرتين يا كابتن. كم وكام يا كابتن؟ 5 و6. كان مستر مانويل في اليابان، انت عارف. أيوة. كان اول 20 نسخه كانوا في اليابان. أيوة. ورا بعض. انت عارف من غير مقاطعه انت عارف حضرتك الدوره ديت كان المفروض تتلعب في اليابان فعلا، ولكن اليابان اعتذرت فخدتها الامارات. واحنا كنا هنا حتى في القناه قلنا، يعني انفردنا بهذا الخبر ان اليابان لن تستطيع ان تنظم بسبب كورونا والجائحه والكلام ده كله. الحقيقه كابتن في 5 و6 لما كنا في كاس العالم للانديه الامور كانت مختلفه. إزاي؟ ليه؟ لانه المره الاولى احنا رحنا كنا على امل بقى ان احنا هنروح ونكسب كاس العالم للانديه، ولان حضرتك عارف طبعا وانتوا الجيل اللي قبلنا وكنا بنتعلم منكم هذا الكلام، انه النادي الاهلي دائما ما بيبقى موجود في مكان بيبقى موجود حتى لو كاس العالم للانديه بيلعب على ان هو يكسب كاس العالم للانديه. وبالتالي كنا رايحين وكانت الامال كبيره جدا. وصلنا ان احنا الحقيقه ما وفقناش في الدوره الاولى، واعتقد النهارده هنتكلم كتير في هذا الامر وهنتكلم في تواريخ وامور كثيره. ولكن في الدوره الثانيه الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ناخد مع جيل الحقيقه عظيم ومحترم زيه زي بقيه الاجيال الموجوده في النادي الاهلي، قدرنا ناخد 3 العالم، وكانت الحقيقه
حاجه جميله جدا، وكان استقبال برضو بمناسبه استقبال الجماهير اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، كان استقبال جماهيري كبير جدا، وكان عندنا الاتوبيس المفتوح كده وقعدنا لفينا ورحنا والتتش وقعدنا في التتش والجمهور كله كان موجود ساعتها، كان الجمهور بيبقى متواجد، فكانت حاجه لطيفه جدا جدا. وبالتالي احنا عارفين كويس جدا ايه اللي بيحصل في كاس العالم، ايه اللي صنع الفارق ما بين الدوره الاولى 2005 اشتراك النادي الاهلي 2005 والدوره الثانيه 2006؟ تعود تعودت. كان يعني في رهبه في الاول ولا طبعا كان في رهبه؟ الامور كانت مختلفه تماما يا كابتن ايمن. اول مره خلي بال حضرتك كانك بتلعب في كاس العالم، كاس العالم اللي هو المنتخبات يعني. نفس التنظيم، نفس الاداء، التنظيم الرائع في كل حاجه. في كل حاجه والله يا كابتن ايمن. الملعب ودخلة الملعب والطلعه من الملعب والناس والحكام والبتاع. والنهارده بالمناسبه هنتكلم طبعا عن منتخبنا الوطني وكلام كتير يخص منتخبنا الوطني، ولكن بعد ان شاء الله ما نخلص كلامنا عن النادي الاهلي، لانه النهارده الحقيقه كابتن ايمن امبارح البعثه وصلت وكان هناك استقبال رائع جدا الحقيقه من الامارات كالعاده الحقيقه في استقبالها للاعيبه النادي الاهلي او لبعثه النادي الاهلي او لاي بعثه مصريه. مظبوط. بيبقى في تهيئه نفسيه من المدير الفني للعيبه قبل الدورات المهمه دي يا كابتن؟ يعني طبعا هو الموضوع ما بيبقاش محتاج قوي خلي بالك تهيئه نفسيه، لانه الموضوع بيبقى عباره عن انا بلعب في كاس العالم الانديه. لا بس مثلا حضرتك ذكرت لما رحت 2005 و2006، لا 2006 أنا كلاعب. بس هل مستر مانويل تعامل معاكوا بقى في المره الثانيه غير المره الاولانيه خالص؟ لا طبعا المره الثانيه كنا رايحين قبلها مثلا في المره الاولانيه الفرق بيننا وبين اليابان كبير الساعات طبعًا. يعني احنا بننام بالليل هم نوصل لهم عكسنا. مظبوط. الساعه البيولوجيه فكان السنه الاولى رحنا قبل المباراه الاولى بثلاث ايام فما كناش لسه، على الاقل لازم تروح قبلها باسبوع. السنه الثانيه رحنا قبلها بثمان تسعة ايام وبالتالي خدت الاسبوع بتاعك، تعودت على الاجواء فبقى عندك الساعه البيولوجيه جيده وساعدتك في ان انت تقدر تكسب المباريات الاولى اللي خلتنا نروح ونتجه ان احنا نصل ان احنا ناخد ثالث العالم الحقيقه وكان ساعتها اتحاد كره القدم وافق على تاجيل مباريات النادي الاهلي طبعا لانه في مهمه قوميه. صحيح. كان كنا ساعتها في مهمه قوميه، معرفش احنا دلوقتي بمناسبه التضارب اللي بيحصل واتحاد كره القدم المنتخب الحقيقه وقف معانا في هذا الامر وملوش اي علاقه باللي بيحصل، والحمد لله ان منتخبنا وصل للدور قبل النهائي الحمد لله رب العالمين، ونشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله خلال الفتره القادمه مع منتخبنا الوطني. ولكن عايز اقول لحضراتكم كابتن ايمن برضو محتاجين نعرف ايه اللي حصل في الامارات، الدنيا كانت ماشيه ازاي أكيد من امبارح؟ انت متابع طبعا شاشه قناه النادي الاهلي، متابع طبعا وبتشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل من امبارح للنهارده؟ والله اللي حصل من امبارح للنهارده طبعا اللي انا شايفه الاول، اول حاجه طبعا الاستقبال الرائع من جمهور الامارات ومن جمهور النادي الاهلي في دوله الامارات العظيمه. انا شايف ان اللعيبه برغم خلي بالك صعوبه الموقف، شايف ان اللعيبه عندها تركيز عالي جدا مظبوط وعايزه تعمل حاجه. يعني لو حضرتك تبص على الشارع المصري مشفق على اللعيبه دي في التوقيت دوت. توقيت صعب جدا، الظروف اللي احنا بنمر بيها صعبه جدا طبعا. نادي الاهلي رايحين بنلاعب خصم قوي جدا، ولكن اللعيبه عندها احساس بالمسؤوليه، حتى وان كان الموقف صعب انما اللعيبه عايزه تعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله. اتمنى باذن الله التوفيق من عند ربنا، وان ان شاء الله باذن الله يعملوا انجاز زي اللي حصل السنه اللي فاتت. طيب خلينا نروح ونخش اكتر في الاجواء مع الاستاذ محمد بن هزام الظهري الامين العام للاتحاد الاماراتي لكره القدم والمتحدث الرسمي باسم اللجنه المنظمه لكاس العالم للانديه. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ سعداء جدا بوجودك معانا على قناه النادي الاهلي. الله يخليك، وانا اسعد كابتن اسلام ومساكم الله بالخير ومساكم الله بالخير كابتن ايمن ومسا الخير على المشاهدين الكرام. مساء الخير. سعداء جدا طبعا بوجود حضرتك معانا، وامبارح الحقيقه كان استقبال حافل ورائع كالعاده الحقيقه اهل الامارات كاننا في مصر بالظبط الحقيقه. الاستقبال امبارح حاجه رائعه جدا وحاجه مشرفه وفخورين جدا بهذا الاستقبال الحقيقه. نحن الله يحفظك فخورين بتواجدكم معنا، والحمد لله على سلامة اللاعبين والبعثة الرسمية لنادي الأهلي، والحمد لله كان الاستقبال يعني جيد الحمد لله، وكان في جماهير منتظرة خارج المطار وحضرتك
قضيه طبعا استقبال بقيمه كبيره بالنسبه لنا في دوله الامارات. عايزين نتعرف من حضرتك عن استعدادات بقى ابو ظبي باستضافه كاس العالم للانديه. ولله الحمد بالنسبه للاستعدادات الخاصه بالاستضافه في العاصمه ابو ظبي لبطوله كاس العالم للانديه تسير على ما يرام، والحمد لله اكتملت كل التحضيرات بنسبه 100%. المرافق للبطوله كلها جاهزه، سواء نتكلم عن ملاعب التدريب، ملاعب المباريات، مقر الاقامه، وايضا مقر اقامه اللاعبين والوفود الرسميه ومسؤولين الفيفا والحكام. ولله الحمد نحن منذ بدانا للعمل على هذا الحدث كانت في خطه موضوعه، والحمد لله تسير حسب الجدول الزمني الموضوع لها. واليوم فقط ننتظر وصول الجماهير الى ارض دوله الامارات، ولو اليوم نادي الاهلي له جماهيريه كبيره في دوله الامارات، وليس فقط في دوله الامارات بل في الوطن العربي، ونتمنى له التوفيق من خلال مشاركته في البطوله. اعتقد وجود ثلاث انديه عربيه من مصر ومن الامارات ومن السعوديه، اعتقد ان ده هيفرق كتير جدا في الحضور الجماهيري. بلا شك، اليوم يعني عندنا اليوم نادي الجزيره الاماراتي اللي يلعب في ارضه، واكيد عندنا ايضا نادي الهلال السعودي وهو اليوم بطل اسيا، ولا ننسى زعيم الانديه الافريقيه نادي الاهلي موجود معنا، اكيد هذا يدعم البطوله ويشكل اليوم ايضا عامل ايجابي في الحضور الجماهيري، خاصه هناك طبعا شريحه كبيره من الجماهير تعيش على ارض دوله الامارات، ولا ننسى اليوم ايضا قرب المسافه الجغرافيه بين القاهره وابو ظبي وبين الرياض وابو ظبي، ولذلك انا متاكد ان هناك كثير والعديد من الجماهير تتوافد عدد الجماهير اللي موجوده على ارض دوله الامارات. شايف ازاي حضرتك تاثير مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بالامارات على الحضور الجماهيري وشعبيه ونجاح البطوله؟ طبعا انا يمكن بديت حديثي بان اليوم نادي الاهلي له شعبيه كبيره، خاصه عندنا في ارض دوله الامارات وعلى مستوى الوطن العربي والقاره الافريقيه، واليوم نظرا لما حققه نادي الاهلي من القاب مختلفه في طوال السنوات الماضيه وله تاثير جماهيري كبير، واتذكر اليوم التاثير الجماهيري اللي صار في السوبر المصري لعشاق الاهلي في مبارياته اللي اقامت على ارض دوله الامارات، شاهدنا حضور جماهيري كبير ولافت وكان متميز جدا، ونتمنى ان هذا المشهد يتكرر ايضا في كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ محمد برضو عايز اسال حضرتك، هل تعارض المواعيد كاس العالم للانديه مع مواعيد نهائيات كاس الامم الافريقيه هل ده قد يؤثر بشكل سلبي على المشاهده، على الاستعدادات، على اي شيء من هذه الامور؟ لا، اليوم نحن بلا شك طبعا انت عارف اليوم الجدوله وضعت من قبل الاتحاد الدولي، اليوم اكيد متابعين للكره الافريقيه متابعين كثار، لكن ايضا العالم كله يتابع ويشهد كاس العالم للانديه وكان في انتظاره في الفتره الحاليه. نحن طبعا يعني كلجنه محليه منظمه نتبع المواعيد المقرره من الاتحاد الدولي، لكن بلا شك بنشاهد بطوله متميزه ومشاهدات عاليه باذن الله ان شاء الله. تمام، باذن الله رب العالمين ان شاء الله. عايزين بقى نعرف ابرز استعداد استقبال الجماهير، يعني هل في حاجه معينه نتيجه احداث كورونا اللي حاصله دلوقتي، هل في حاجات خاصه في الدخول في الخروج في عدد الجماهير المتاحه؟ طبعا اليوم حسب الخطه الموضوعه نحن وضعنا بروتوكول على معايير عالميه بالتعاون مع الاتحاد الدولي، سواء كان لحضور الجماهير أرض الملعب أو من خلال تواجدهم في الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث. فلا ننسى اليوم عندنا أيضا فعاليات مصاحبة للحدث هذا وهو جولة كأس العالم للأندية، وكان طبعا بدأت هاي من فترة سابقة سواء في مراكز عدة في دولة الإمارات وآخرها كان في أكسبو 2020، إضافة إلى التصوير مع التميمة اللي هي اليوم ظبي، ولا ننسى ايضا
بالنسبة للحضور الجماهيري كل التعليمات موجودة على منصاتنا، سواء كان منصات الاتحاد الدولي أو منصات اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي، وبيكون هناك أيضا فعاليات مصاحبة قبل بدء المباراة ب3 ساعات، وهناك بتكون هناك منطقة مجهزة للجماهير بفعاليات عدة، مطاعم، ألعاب ترفيهية للجماهير. طبعا الأبواب كلها ستفتح قبل 3 ساعات. الفحص مطلوب هو 48 ساعة، PCR 48 ساعة. كل هذه التعليمات موجودة، مجرد أن أي مشجع يشتري التذكرة يجد كل التعليمات واضحة ومجهزة له، ناهيك أن أيضا التباعد الجسدي من خلال الملعب، لبس الكمامات خلال المباراة. واليوم أيضا نحن نرحب بالجماهير كلها في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، وكل اليوم المداخل لدولة الإمارات أو المنافذ الدخول لدولة الإمارات مجهزة لتسهيل عملية دخول الجماهير كلها. نحن كل اللي نطلبه من الجماهير اليوم يتواجدون قبل بفترة في الملعب، يستمتعون سواء كان في الفعاليات المصاحبة أو يستمتعون من خلال المباراة، ويستمتعون أيضا في مشاهدة هذا الحدث العالمي. نحن هدفنا اليوم أن يكون الكل بصحة وسلامة، ونتمنى أن الحدث هذا خاصة وأن نحن نستضيف للمرة الثالثة على أرض دولة الإمارات يكون له نجاح كبير بدعم جماهيرنا إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. يعني اخيرا يا استاذ محمد، احنا دايما بنبقى سعداء باي بطوله الحقيقه بتقام في دوله الامارات او خصوصا في كل الدول العربيه، ولكن خصوصا دوله الامارات بالنسبه لنا الوضع بيبقى مختلف، لان احنا بنحس ان احنا بجد قاعدين في بلدنا. يعني احنا انا وكابتن ايمن زعلانين جدا ان احنا ما عرفناش نسافر ونيجي، نظرا طبعا لظروفنا وتواجدنا هنا، ولكن في النهايه متاكدين انه سوف يكون هناك تنظيم على اعلى مستوى، سوف يكون اهتمام بكل الامور الخاصه بهذه بالمباريات وبالتنظيم. احنا متاكدين انها هتبقى اعلى مستوى، وكالعاده بطوله جديده تقام في الامارات الشقيقه الحقيقه، ان شاء الله تكون بطوله رائعه كالعاده ان شاء الله. استاذ محمد ان شاء الله، كابتن اسلام، وان شاء الله ندعوك انت وكابتن ايمن ان شاء الله تتواجدون في الاحداث القادمه، ولو كنا نتمنى انكم تكونون ما بيننا موجودين، لكن إن شاء الله معوضين في مرة أخرى، وبإذن الله نكون دائما متواصلين معكم دايما. وإن شاء الله بدعمكم ودعم الجماهير بتكون البطولة ناجحة بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد على وجودك معنا الحقيقة، الأستاذ محمد بن هزام الظهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، ولأول مرة الحقيقة على شاشة مصرية بيكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي في أول حلقات الأهلي في المونديال يا كابتن أيمن. صحيح. والإمارات الحقيقة بالنسبة لنا وضع مختلف طبعا. كلنا كمصريين يعني. فعلا فعلا. ولما تقول خلي بالك الإمارات تعرف على طول، أول ما تجيب سيرة الإمارات، سيرة السعودية، سيرة الدول العربية الكبيرة الشقيقة لمصر، تعرف على طول من قبل اول يوم ان البطوله ناجحه طبعا، وانت مغمض كده يعني طبعًا. تقريبا كل الاحداث اللي مرت علينا والنادي الاهلي لعب فيها في الامارات كانت تقريبا احتفالات نقدر نقول عليها مثلا عالميه. مظبوط. كل يمكن حضرتك كان ليك برضو بعض تجارب هناك، ولكن تحس بجو تاني. أيوه. جو مختلف. مظبوط. تعال نشوف بقى مع بعض، اكيد الجو هناك مختلف تماما. تعال نشوف تقرير عن الإمارات عاصمة الأحداث الرياضية الكبرى، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. الإمارات دايما في القلب وستظل دائما في قلب كل مصري. تقرير أكثر من رائع الحقيقة، والكلام عن الإمارات محتاج ساعات وساعات وساعات طويلة جدا، لأنه دايما الحقيقة من خلال وجودنا عند أشقائنا العرب دايما بتبقى عندنا إنجازات، وإن شاء الله إن شاء الله على الرغم من أن في كلام كتير هنتكلم عنه أنا وكابتن أيمن بعد شوية فيما يخص هذا المونديال، ولكن إن شاء الله أنا عندي أمل كبير يا كابتن وتفاؤل كبير جدا جدا باللي احنا بنشوفه عموما في كرة صحيح. القدم المصرية سواء مع المنتخب او حتى مع النادي الاهلي. بس الناس بتقول لك ان في صعوبات شوية كابتن اسلام في الدولة دي بالنسبة للنادي الاهلي. في ما هو
في صعوبات، ده احنا مين اللي ما يقولش كده؟ طبعا في صعوبات. بس هل الناس متقبله الصعوبات ديت ومقدراها، ولا علشان النادي الاهلي دايما مفرح الناس دي، والنادي الاهلي في المونديال الاخير جايب برونزيه، فالناس برضو عندها الامل ان النادي الاهلي يكمل؟ عندها الامل، وكلام الكابتن خطيب النهارده برضو خلي بال حضرتك في البيان اللي اتقال النهارده هنتكلم عنه اكتر، ولكن خلينا نروح لزميلتنا يا كابتن. نروح نشوف كواليس الاسرار مع مريم. مريم ازيك يا مريم؟ مساء الخير عليك يا كابتن اسلام. إيه؟ برحب بيك طبعا يا كابتن ايمن، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مبسوطه وسعيده جدا ان انا معاكم في اولى حلقات الاهلي في المونديال، واللي يعني ساعدني اكتر ان انا هكون معاكم على مدار حلقات الاهلي في المونديال ان شاء الله. ان شاء الله سعداء جدا طبعا بوجود مريم معانا، ومريم من الوجوه الشابه الحقيقه يا كابتن ايمن. صحيح. اللي بقى كل يوم هنجيب حد كده برضو علشان يعني مريم النهارده بكره فلانه بعده علنا عشان تبقى الامور حلوه يعني. هتطلعوا نجوم برضو. طبعا نجوم اساسا. اي حد بيطلع على شاشه قناه الاهلي دايما بيبقى نجوم. عندك ايه النهارده عشان تقولي لجمهور الاهلي يا مريم؟ الحقيقه كابتن اسلام، بس خليني اقول لك في البدايه، زي ما انت قلت في البدايه، ان زي ما الاهلي في المونديال هو برنامج مختلف، فقرتنا الاخباريه ايضا هتكون فقره اخباريه مختلفه ودسمه مليئه بكل الاخبار، سواء مشوار الاهلي في المونديال، كمان الصفقات والاصابات والاعارات الخاصه بالنادي الاهلي، وايضا هنتطرق لعناوين الصحف العالميه اللي بتتكلم عن مشوار الاهلي في المونديال. يلا بينا. خلينا الاول نبدا اخبارنا، والنهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وجه الشكر والتحيه لبلدنا تاني الامارات علشان الاهتمام وحفاوه الاستقبال لبعثه الاهلي اللي وصلت الامارات امبارح علشان تشارك في كاس العالم للانديه. وطبعا قال ان ده مش جديد على الاخوه في الامارات اللي بتربطنا بيهم علاقات تاريخيه. كمان الكابتن الخطيب بيتكلم على ان تنظيم الامارات بطولات عالميه منها كاس العالم للانديه بيكشف نجاحها المستمر في كل المجالات خاصه الرياضيه. الكابتن محمود الخطيب كمان اتكلم عن مشاركه الاهلي للمره السابعه في المونديال، وقال انه يعني جت وسط ظروف صعبه جدا بيمر بيها الفريق، لكن اي لاعب بيلبس فانيله الاهلي بيبذل كل جهده بغض النظر عن اي ظروف، وهدفه دايما الفوز، وهي مسؤوليه كبيره جدا على كل من ينتمي للاهلي. كمان الكابتن الخطيب اكد كلامه اللي قاله قبل كده بخصوص تضارب مواعيد كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه طبعا، وقال ان مصلحه مصر اولا فوق اي اعتبار، خاصه وان مساهمه بعض اللاعبين من الاهلي في رفع اسم مصر عالي والفوز باللقب الافريقي مع المنتخب ده شيء بيسعد كل اهلاوي. وقال كمان ان الاهلي سلك كل الطرق القانونيه مع فيفا والكاف والاتحاد المصري، ورئيس الاتحاد المصري وقتها قال الاهلي هيلعب بكامل نجومه في المونديال، والمنتخب سيلعب بكامل نجومه في الامم الافريقيه. في النهايه ده ما حصلش، وهيفضل الاهلي الداعم الاول لكل المنتخبات المصريه في مختلف الالعاب. قبل بس ما تروحي على الخبر الثاني، انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن. فضل. ليس كل ما يعرف يقال. طبعا انت عارف يعني مزبوط. في حاجات كتيره. ايوه الكلمه دي والجمله دي يا مريم دايما سمعناها، والحقيقه يعني ادينا بنشوف نتائجها. يعني احنا خلال من شهر وشهر ونص تقريبا طلع علينا الاستاذ احمد مجاهد الذي كان رئيسا للجنه الثلاثيه التي تدير الاتحاد المصري في ذلك الوقت، وقال لك ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال. خلاص بس كلنا توسبنا خير. ايوه بالظبط. ايوه بالظبط. بس في مجموعه كبيره صدقته. ليه؟ عشان كان نفسنا نصدقه. لا يعني أيوة. كان نفسنا بس احنا من جوانا كنا حاسين ان ده مش صدق. كنا عارفين صح. ان ده مش صدق، ولكن كان هناك امل ولو بسيط ان تكون او ان يتم تاجيل البطوله لاربع خمس ايام، بطوله كاس العالم. لاربع خمس ايام، لانه الحقيقه احنا كمصريين، ودي قالها كابتن خطيب يا مريم، كابتن ايمن قالها خمس ست سبع مرات خلال الفتره السابقه. صحيح. عشان الناس اللي بتزايد بس طبعا. في هذا الكلام قال ايه؟ قال لك مصلحه مصر اولا. مظبوط. فبالتالي مفيش مصري اهلاوي زملكاوي اتحاداوي اسمع اي حاجه مش هيحب ان منتخب مصر يصل الى الدور النهائي ويفوز بهذه البطوله. صحيح. وبالتالي كابتن محمود الخطيب طبعا كان واضح وصريح في هذا الامر من اول يوم. قال لك مصلحه بلدي اولا. النهارده كان في البيان اللي كانت مريم بتقوله دلوقتي يا كابتن ايمن كان في هذا الكلام، ولكن في النهايه الحقيقه انا استغربت جدا، والجمله دي انا حتى كنت بتكلم عنها امبارح او من يومين في البيت الكبير، قلت ايه يعني؟ ما انا هحطها جنب هناك، هحطها والله، من كتر ما انا يعني بجد مش فاهم لماذا كابتن احمد مجاهد راجل محترم وكل حاجه، ولكن هو قال الكلمه دي ليه؟ بس هو عارف ليه الناس صدقته؟ لان هو كان في الفتره دي هو رئيس اتحاد الكوره،
هو مسؤول كبير ما يقدرش يطلع حاجه غير لما هو يكون متاكد منها. فاحنا اتخدعنا في التصريح ده المفروض. صحيح. عموما معلش يا مريم خدنا منك يعني بما اننا يعني عايزين مظبوط نتكلم طبعا في الكلام، ولكن طبعا دايما الاهلي بمن حضر، وان شاء الله نحقق نتائج كويسه في كاس العالم للانديه. يا رب ان شاء الله. لسه اخبارنا مستمره للجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه في الامارات. عملت النهارده محاضره تثقيفيه عن اللوائح والقوانين وتعليمات التحكيم في البطوله مع اللاعبين والجهاز الفني والاداري للاهلي علشان لعيبه تطلع على المستجدات واللوائح الجديده في البطوله. المحاضره كان فيها شرح التعديلات الجديده في التحكيم وكل شيء خاص بتقنية حكم الفيديو والتعامل يكون ازاي مع حالات ارتجاج المخ والتبديلات الإضافية وكمان الماتشات اللي فيها أشواط إضافية أو ركلات ترجيح مباشرة. لسه طبعا مع أخبار الأهلي في المونديال، ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي قال أنه سعيد بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية لأنها بطولة كبيرة رغم أن الفريق بيدخلها في ظروف مختلفة عن البطولة اللي فاتت في الدوحة، وفي مسؤوليات كبيرة جدا على اللاعبين للتعامل مع الظروف دي وتعويض الغيابات الموجودة. أفشة كمان قال أن دوافع اللاعبين كبيرة في المونديال لأنها بطولة كبيرة والجماهير بتستناها بفارغ الصبر، وده يخلينا هنقاتل علشان نسعد الجماهير. أفشة كمان نتكلم عن منتخب مصر وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني وكل اللاعبين وبطولة كأس الأمم الإفريقية، وبيتمنى المنتخب أنه هو يحسم اللقب ويفوز به ويسعد كل المصريين. الحقيقة أن لسه تصريحاتنا كمان يعني مستمرة للاعبي النادي الأهلي، بيكون في حالة الجمهور دايما بيستنى عايزين يعرفوا لاعبي الأهلي عندهم إيه أو إزاي هيكونوا مطمنينهم في البطولة، وعشان كده تصريحات لاعبي الأهلي مستمرة معنا في فقرتنا الإخبارية. طبعا محمد هاني كمان اتكلم عن التواجد في مونديال الأندية وقال ان الفريق جاهز للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية رغم الظروف الصعبة، لكن اي لاعب لابس فانيلة الفريق بيكون قد المسؤولية لان في الأهلي مفيش لاعب اساسي او احتياطي ومصلحة الفريق فوق كل اعتبار. قال كمان محمد هاني بشكل شخصي اعتبر لبسي شارة قيادة الأهلي في ماتشات كأس الرابطة شرف كبير لي وحلم من احلامي وانا صغير. وجه هاني رسالة لجمهور الأهلي بيطالبهم بالاستمرار في دعم الفريق وانهم يكونوا في ظهره دايما، خاصه ان مفيش لعيب هيبخل بنقطه عرق. لسه كمان مع اخبار نجوم الاهلي، علي معلول انتظم في معسكر الاهلي بالامارات امبارح بعد ما رجع من تونس واللي خضع وودع امم افريقيا طبعا منتخب تونس بعد ما ودع امم افريقيا. الحقيقه ان معلول هينضم للمعسكر مره اخرى، والحقيقه ان هو خضع لمسحه طبيه وكانت سلبيه بمجرد وصوله للمطار، وده بيخليه ينتظم في المعسكر، وده كمان اجراء احترازي متبع من الجميع. طب هل في يا مريم اخبار عن اليو ديانج؟ اليو ديانج الحقيقه انه هو يعني لسه جميع المشاركين الدوليين بيخضعوا لمساحات طبيه، ولكن معلول كان هو اقرب مسحه موجوده وهو اللي تاكدنا من سلامته، عشان كده هو هينتظم في المعسكر خلال الفتره القصيره المقبله. هو موجود اوريدي في المعسكر، هيسافر معاهم وهيكون ان شاء الله متواجد في التدريبات خلال، هم لو نزلوا تدريبات النهارده، عارف النهارده التمرين بيبقى على خفيف خالص بعد السفريه، على الرغم ان هي مش سفريه طويله ولا حاجه، لكن التمرين بيبقى تمرين خفيف، فكلهم كانوا متواجدين النهارده في الجيم، اليو ديانج وكل اللاعبين، واعتقد علي كمان لحق جزء من التمرين، لانه في النهايه خلاص بقى عايزين ننسى او منتخب تونس يعني بما انه خرج من البطولة. بنتكلم على الجاهزيه يعني. الجاهزيه هو لو تاخد بالك برضو اليو ما لعبش غير 10 دقائق ربع ساعه في من احد المباريات، وبالتالي اعتقد ان هو يعني مش عارف دي تقولها ازاي، نقولها ازاي ان هو يعني هل هو جاهز قوي ولا لسه بدنيا عشان بقاله كتير بعيد عن المباريات، كتير بعيد عن المباريات. هنشوف ده هيحصل ولا مش هيحصل خلال الفتره اللي جايه. اتفضلي يا مريم، خلينا نكمل تصريحاتنا. الشحات على ما اعتقد بالظبط كده، تصريحات لاعبي الاهلي زي ما احنا قلنا يعني يا كابتن اسلام بتبقى مهمه جدا بالنسبه لجمهور الاهلي، بيبقى مستني منهم ان هم يطمنوهم على جاهزيتهم للمشاركه في كاس العالم للانديه. حسين الشحات لاعب الاهلي قال ان الفريق هدفه تحقيق انجاز كبير في المشاركه السابعه في بطوله كاس العالم للانديه، خاصه انها بطوله كبيره فيها 7 انديه بيمثلوا قارات العالم، واوضح انه على المستوى الشخصي عاوز يظهر بشكل كويس في مشاركته الثالثه بالبطوله
والتانية ليه مع الأهلي، خاصة أن البطولة صعبة جدا. وقال أن الأهلي هدفه اللعب على الفوز بالبطولة أو عمل إنجاز كبير بعد ما خد الميدالية البرونزية مرتين آخرها السنة اللي فاتت. الشحات كمان قال أن جمهور الأهلي في الإمارات هيكون ليه دور كبير جدا في مساندة الفريق في ماتشات المونديال، واللعيبة عاوزين يفرحوا جمهور الأهلي في كل مكان سواء اللي في الإمارات أو في مصر وفي كل العالم. مصطفى شوبير ومحمد مغربي هينضموا لمعسكر الأهلي النهاردة بعد ما عملوا مسحة طبية تالتة في مصر للاطمئنان عليهم ونتيجتها طلعت سلبية الحمد لله، وده طبعا بيطمن كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. هم لسه داخلين حالا الأوتيل، حالا والله مش بهزر، حالا لسه بعد التدريب. داخلين. نعم بعد التدريب، بعد التدريب هم لسه واصلين دلوقتي وانضموا بالفعل إلى هينضموا للتدريبات خلال بقى الأيام القادمة بداية من بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بس. الحمد لله. اتفضلي. لسه كمان مع أخبار الأهلي، وعشان نطمن على أكرم توفيق اللي بيخضع النهاردة لبرنامج علاج طبيعي في النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف الدكتور كريستين فانك اللي عمل له الجراحة. دكتور أحمد أبو عبلة قال إنه بيتابع حالة اللاعب بشكل مستمر لحد ما يتحدد البرنامج العلاجي والطبي بعد عودته إلى القاهرة. قال كمان إن أكرم هيبدأ مراحل تأهيل بشكل تدريجي في جدول زمني محدد بداية من عودته للقاهرة بعد انتهاء أسبوع العلاج الطبيعي. كمان من أخبار الأهلي، لازم كمان نتابع الفرق المشاركة في البطولة ومع فريق مونتيري وبالتحديد أديسون جواتيريز الظهير الأيمن لمونتيري قال أنه بيرغب بشدة في انطلاق منافسات كأس العالم لأندية كرة القدم المقرر انطلاقها في العاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس المقبل عندما يلتقي الأهلي على استاد النهيان. وأكد جواتي ريز في تصريحات له: نشعر بأننا بحالة جيدة ولدينا الحافز القوي لتقديم أداء رائع، وهدفنا تحقيق حلمنا بالفوز بالبطولة وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الحلم. دي كانت كل أخبارنا النهاردة في فقرتنا الإخبارية في الأهلي في المونديال، يعني نرجو أن احنا نكون قدمنا وجبة دسمة في هذه الفقرة. طبعا بشكرك جدا يا كابتن إسلام، بشكرك جدا يا كابتن أيمن، مبسوطة جدا أنا كنت معاكم ومع كل جمهور النادي الأهلي في أولى حلقات برنامجنا المختلف جدا الأهلي في المونديال. شكرا جزيلا يا مريم، وامتعتينا، وان شاء الله تكوني اضافه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا، بشكرك جدا يا مريم على وجودك معنا، وان شاء الله بقى دايما اخبار جديده دايما معاكي ومع بقيه الزملاء. انا بشكرك جدا زميلتنا مريم سميح. عايز اقول لحضراتكم دلوقتي خلينا نطلع لتقرير، تقرير يخص النادي الاهلي، الاهلي زعيم هذه البطوله. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. رحلة جديدة في قافلة النادي الأهلي العريق نحو دولة الإمارات العربية الشقيقة للبحث عن مجد جديد ولتُرَثّر فرايته هناك. المارد الأحمر أول ناد مصري عربي إفريقي يشارك في كأس العالم للأندية في 6 مناسبات سابقة، ونجح في بلوغ منصات التتويج العالمية مرتين وحصد ميداليتين برونزيتين، ولم يسبق الأهلي في بلوغ هذا المجد العالمي أي من الفرق على مستوى الكبار في إفريقيا والدول العربية للوصول إلى منصات التتويج هذه. المارد الأحمر يمثل القارة الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه بكأس العالم للأندية بعد أن أكد زعامته القارية بلقب 10 لأبطال القارة السمراء وتكون 10 بتوقيت الأهلي. نجح المارد الأحمر في المشاركة بمونديال الأندية في 7 مناسبات كثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونجح الأهلي في تخطي رقم العملاق الإسباني ريال مدريد كثاني أكثر الفرق خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة. أينما حل الأهلي حل الإنجاز وحل الفرح، فلا طير آخر يحلق كما النسر الأحمر. النسور تحلق مع النسور فقط لا غير، ونسر الأهلي عاليا خفاقا فوق الجميع. ولا في غيره يفرحني، وستظل دائما هذه الكلمة موجودة دائما داخل قلوبنا كلنا كأهلوية.
الحقيقه برضو النهارده كابتن ايمن واحنا بنتكلم، خليني اقول لحضرتك ان برضو بما اننا كنا بنتكلم عن حسين الشحات، وحسين خلي بالك قعد في الامارات شويه. اي مظبوط، يعني عمل الاماراتي، لا في العين الاماراتي صحيح. شويه، وبالتالي كان وهو راجع من الطياره كده عملنا حاجه معاه. ودايما طبعا لان هذا البرنامج هو اللي هيقول لنا دايما الكواليس اللي بتحصل، خلينا نطلع نشوف ماشي، نطلع نشوف هذا التقرير مع كابتن حسين الشحات، عمل شويه حاجات كده، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. كابتن حسين الشحات، جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها، لان احنا بنلعب باسم مصر، معوله عليك وعلى كل كباتن الفريق، كابتن وليد سليمان، كابتن قفشه، كابتن رامي ربيعه، محمد هاني، ياسر ابراهيم، معقول عليكم كتير قوي وامال كبيره قوي. عندنا اصابات، عندنا لعيبه في المنتخب طبعا، بدل اسم مصر جه الموضوع يبقى منتهي، وانتوا قلتوا كده، احنا عارفين انتوا قلتوا كده للعيبه. المشاركه الثالثه ليك في كاس العالم للانديه، واحده مع العين، ثانيه السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي، والسنه دي عشان احنا ابطال القاره فرحين ان شاء الله. قول لنا الاجواء بقى. والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والله طبعا يعني الحمد لله، اولا يعني اللي انا ثالث مشاركه ليا ديت فانا مبسوط بيها جدا، والحمد لله يعني يمكن في المشاركتين اللي فاتوا كنت حققت مراكز حلوه جدا، يعني المركز الثاني مع النادي العين الاماراتي، والمركز الثالث مع النادي الاهلي، فدي بالنسبه لي حاجه كويسه جدا وحاجه كبيره جدا اي لعيب يتمنى ان هي تتحقق، فالحمد لله انا كنت حققتهم، فدي حاجه كويسه جدا. وطبعا يعني انت بتتكلم باسم مصر، يعني طبعا مبروك للشعب المصري كله، مبروك لمنتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر الرجاله الابطال اللي على قد المسؤوليه، على قد ما كل مباراه اوقات بيحصل اصابات، فهم كلهم رجاله على قد المسؤوليه، فطبعا ببارك لهم وبقول لهم ان شاء الله عبر البطوله، ويعني تشرفونا دايما ان شاء الله. وطبعا يعني من ناحيه اللي احنا حتى لو احنا رايحين واللعيبه مش كامله، لا احنا الاهلي بمن حضر دايما، دي معروفه ودي مقاله من زمان، يعني دي حاجه جمهور الاهلي دايما متعود عليها، الاهلي بمن حضر بس، فاحنا ان شاء الله احنا كل الموجود رجاله، سواء الناس الناشئين او اللعيبه كلها اللي موجوده الكبار دي كلها، احنا بنلعب باسم الاهلي وبنلعب باسم مصر، فدي حاجه كبيره، فان شاء الله كلنا ان شاء الله على قلب واحد، وربنا يكرمنا نقدر نعمل حاجه ونسعد جمهور الاهلي ان شاء الله السنه دي. معانا لعيبه ناشئين صعدوا اثبتوا نفسهم، كنتوا انتوا بتدعموهم دايما، اكيد لازم يبقى ليكوا دور معاهم السفريه ديت. الناس النادي الاهلي مهما كان زي ما انت قلت الاهلي بمن حضر، واحنا مسافرين كاس عالم، فاكيد هيبقى ليكوا دور كبير معاهم، بتتكلموا معاهم بتقولوا لهم ايه، ايه الكلام اللي ممكن يحسهم ويعرفهم قد ايه الموضوع مش سهل. طبعا يعني انت راح تلعب بطوله كبيره، يعني السبع فرق الموجودين سبع ابطال، كلهم سبع ابطال، فيعني انت بطوله كبيره جدا، فاحنا بنكلمهم دايما ان انتوا لازم تبقوا رجاله، ولازم تبقوا زي ما بتلعبوا المباراه اللي فاتت اللي هي بتاعه كاس الرابطه، والناس اكتشفتكم والناس كانت بتتكلم عليكم كويس كلها، واحنا كنا بنشجعكم، ولازم ما تلعبوا كاس العالم لو ليكم نصيب ان شاء الله وتلعبوا، لازم تبقوا هي ما تخافوش من حاجه، انت بتلعب باسم نادي الاهلي وبتلعب لابس وانت لابس شورت الاهلي، اي فريق يخاف منك مش انت اللي تخاف من حد، فدايما بنقول لهم كده، فدي طبعا يعني حاجه كبيره، وان شاء الله يكونوا اضافه، يعني دي اهم حاجه اللي هم يكونوا اضافه لينا ان شاء الله. من خلال كابتن اسلام الشاطر وبرنامج البيت الكبير، اكيد كابتن يعني كابتن حسين الشحات ليه طقوس قبل ما بيسافر، وانا عارفها طبعا، الحاجه ده رقم واحد، ومحمد والولاد، احكي لنا بقى ايه اللي حصل الليله اللي قبل السفر، اللي انا عارف ايه اللي بيحصل فيها، انت انا عايزك انت تحكيها من خلال البيت الكبير وكابتن اسلام الشاطر. والله طبعا يعني تحياتي لكابتن اسلام الشاطر ومشاهدين البيت الكبير كلهم، والله يعني دايما انا قبل ما بسافر دايما بحب اجتمع انا ووالدتي وزوجتي واخويا واولادي واخواتي، بحب نجتمع كلنا عند الحاجه وبناكل بقى مع بعض ونفضل قاعدين ونسهر اليوم كله، فطبعا بنبقى قاعدين مبسوطين بقى لاننا ببقى مسافر تاني يوم، فبنبقى مبسوطين، ودايما بقول لهم ادعوا لي هتوحشوني، وافضل بقى اقول لوالدتي ادعي لي يا امي الفتره الجايه انا داخل بطوله كويسه فادعي لي، وزوجتي نفس الكلام اقول لها ادعي لي، وطبعا يعني تقوم بالسلامه لان طبعا هي حامل، فدايما بقول لها ادعي لي بقى الفتره ديت يعني، واولادي بقى بفضل اهزر معاهم، احمد واسر هتوحشوني، طب ادعوا لي، لا مش عارف ايه، ومراتي هتوحشيني، ومحمد اخويا نفس الكلام، هو واخواتي، لا ونفضل نهزر بقى ونلعب مع بعض شويه اي حاجه من اللي احنا بنعملها، نتفرج على التلفزيون، نتفرج على فيلم، فدي طبعا يعني الاجواء دي طبعا بتخرج الواحد يعني عن اي ضغط فيه، فبتخلي الواحد يبقى مركز اكتر اللي هو يسعدهم يعني يعمل حاجه عشانهم يعني. كابتن حسين الشحات، كلمه اخيره توجهها لجمهور الاهلي العظيم، جمهور الاهلي اللي احنا في كل مره بنعرف قد ايه قيمته، وقيمته ان هو
في ظهر الفريق مهما كانت الظروف، دايما هم في ظهركم، وخاصة ان الظروف المرة دي صعبة زي ما قلنا، اصابات في لعيبة عندها كورونا، في لعيبة في المنتخب، فانت تقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟ والله يعني طبعا جمهور الاهلي بقول لهم يعني شكرا لكم، انكم دايما في ظهرنا ودايما مع اللعيبه كلها، سواء مصاب سواء لا قدر الله بيبقى مش موفق كم مباراه، سواء لسه راجع من اصابه، الحاجات دي كلها انتوا دايما بتساعدوا اللعيبه اللي هي ترجع بسرعه، ان هي تبقى تستعيد مستواها، تستعيد لياقتها، تستعيد حاجات كتير. فيعني دايما بقول لهم شكرا ودايما في ظهرنا، وان شاء الله نقدر نفرحكم دايما زي ما فرحناكم في السنين اللي فاتت، وان شاء الله نقدر نعمل لكم حاجه السنه دي وتفرحوا ان شاء الله في كاس العالم معانا اكتر واكتر ان شاء الله. اخر حاجه دور الكابتن محمود الخطيب، وطبعا احنا معانا استاذ خالد مرتجي وكابتن حسام غالي كابتن سيد عبد الحفيظ، دور الكبار معاكم ايه؟ والله طبعا يعني كلهم طبعا يعني كابتن محمود الخطيب دايما معانا ودايما بيسندنا ودايما يقول لنا انا واثق فيكم، وانا واثق انكم يعني من احسن لعيبه في قاره افريقيا، فلازم تبقوا على قادرين اللي انتوا عاملين ده كله، فدايما بتفرق معانا طبعا كلام كابتن الخطيب. وكابتن حسام غالي برضو يعني لعيب كبير، وكان يعني لحد من قريب كان معانا في يعني كان موجود في النادي الاهلي بيلعب باسم بتيشيرت النادي الاهلي، فطبعا يعني هو عارف الاجواء دي كلها ودايما بيتكلم معانا وما تقلقوش من حاجه وربنا يكرمه. وكابتن سعد عبد الحفيظ نفس الكلام، واستاذ المرتجي، فالناس دي كلها طبعا يعني كلهم بيتكلموا معانا كويس، مجلس الاداره كله واستاذ طارق قنديل، الناس دي كلها طبعا بتفرق معانا جدا، فبنقول لهم ربنا يكرمكم. طبعا الاستاذ عمرو فاروق برضو، عشان برضو المجلس الاداره كلهم يعني جميعا، فكلهم دايما معانا ودايما في ظهرنا، فبنقول لهم ربنا يخليكم لينا ودايما كلامكم بيفرق معانا طبعا يعني. شكرا كابتن حسين وبالتوفيق ان شاء الله. احنا عارفين ان شاء الله خلاص احنا رايحين هنوصل كمان لحظات، من بكره الجد هيبدا صح ولا ايه؟ طبعا طبعا، انت في اي وقت بيبقى الاهلي بيبدا، حتى لو اول تمرينه ليه بعد فتره كبيره بيبدا الجد خلاص، ما عندوش هزار. حبيبي شكرا حبيبي الله يخليك. زي ما شفنا تقرير اكتر من رائع وكلام رائع جدا من حسين الشحات، وفعلا احساس لعيب حاسس بالمسؤوليه الملقاه على عاتقه برغم الصعوبات زي ما قلنا الفتره ديت، ولكن تحس ان حسين الشحات بيتكلم بلسان لعيبه النادي الاهلي، وكلام من القلب طالع داخل لقلب جماهير النادي الاهلي. تعالوا نخش في تفاصيل اكتر عن البطوله ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي الفرق المشاركه في المونديال انديه 2022. كابتن اسلام الاهلي المصري، الجزيره الاماراتي، بريت تاهيتي، مونتيري المكسيكي، الهلال السعودي، بالميراس البرازيلي، وتشيلسي الانجليزي. اكيد يا كابتن اسلام فرق قويه جدا. طبعا كل الفرق اللي احنا بنتكلم عنها، شفت الهلال السعودي بيعمل ايه؟ اه ما شاء الله ده جاب شفت الناس اللي بيجيبها جاب 3 4 فرق يعني بسم الله ما شاء الله بيمشي ده عشان يجيب ده وبيعمل. تشيلسي طبعا نادي من اهم واكبر الانديه في اوروبا وفي العالم كله، الحقيقه كلها هتبقى مباريات صعبه جدا. احساسك ايه يعني قبل البطولات؟ احيانا انت في احساس الجمهور خلي بالك بيختلف عن احساس لاعب الكوره، وخصوصا اللي لعب في النادي الاهلي. احساسك ايه قبل البطوله؟ والله يا كابتن زام، والله بجد انا بتكلم بجد، احنا دايما بيبقى احساسنا احساس واحد فقط، وهو ازاي اقدر افوز. انا ببقى نازل عايز افوز، عايز اكسب هذه المباراه، عايز اكسب هذه البطوله، ولكن بتلعب طبعا فرق قويه، فرق كبيره، فرق عالميه، كل حاجه، ولكن في النهايه انا النادي الاهلي. صحيح. انا دايما انا لعبت 2 كاس عالم للانديه، كنت دايما بعتبر نفسي كده، بقول انا النادي الاهلي عايز انزل العب واكسب زي ما بكسب كل الفرق، عايز اكسب الفرقه دي. طبعا ممكن يبقى هم افضل شويه بسبب امور كثيره جدا الكل يعلمها، ولكن في النهايه انا لما باجي العب بلعب كاني النادي الاهلي، ان انا عايز اكسب كل المباريات. بس كنت فرقه تقيله كعاده فرق النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي في كل اجياله الحقيقه. صحيح. بتجد ان هناك بعض اللاعبين والفريق بالكامل الحقيقه، مش بعض اللاعبين. صحيح. بيبقوا دايما مؤثرين وبشكل كبير في النادي الاهلي وبطولاته خلال هذه الفترات. باذن. طب ما تيجي نستعرض مع بعض كابتن جدول المباريات. يلا يا كابتن اتفضل. طيب عندنا ان شاء الله البدايه هتكون يوم 3 فبراير الخميس ان شاء الله، الجزيره الاماراتي مع بريت تاهيتي على استاد محمد بن زايد، ده المباراه رقم 1. كابتن اسلام يوم السبت 5 فبراير ان شاء الله الدور الثاني، نادي الاهلي بطل مصر مع مونتيري بطل المكسيك وبطل امريكا او الكونكاكاف. والكونكاكاف ديت عشان بس الناس مش عارفه يعني ايه بالظبط ايه الكونكاكاف، هي بتبقى عباره عن امريكا الشماليه وامريكا الوسطى وجزر الكاريبي. يوم الاحد
6 فبراير نادي الهلال مع الفائز من مباراة رقم 1 على استاد محمد بن زايد. بعد كده إن شاء الله بيبقى الثلاث الساعة 6:30 مباراة نصف النهائي، ويوم 12 إن شاء الله المباراة النهائية على استاد آل نهيان بإذن الله كابتن إسلام. مباريات كلها حلوة ومباريات كلها صعبة، ولكن في النهاية ثقتنا كبيرة جدا، أنا شخصيا أنا كابتن معرفش ثقتي كبيرة جدا. عندنا غيابات، كنا بنتكلم إن إحنا عايزين كل اللاعبين يبقوا موجودين معانا، عندنا إصابات، عندنا جائحة كورونا قد تبعد بعض اللاعبين، ولكن في النهاية معرفش أنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا في كل اللاعبين اللي بيلعبوا في النادي الأهلي وفي تشيرت النادي الأهلي الحقيقة. خلينا دايما متفائلين. نعم. وبنسبة التفاؤل بقى والتشاؤم، أحيانا التفاؤل والتشاؤم بيبقى موجود عند لعيبة الكرة، بعض المدربين، الجماهير. ايه رايك في تعيين بكاري جسامه لمنتخب مصر؟ لا انا هقوم امشي، يلا والنبي يا جماعه، يعني بكاري جسامه ده يا كابتن يعني الواحد مش عارف يقول ايه. يعني بص يا كابتن، يعني هو عماد متعب الحقيقه في اعتقد في كاس السوبر في كان في الامارات بالمناسبه على ما اتذكر، صححوا لي يا شباب لو كان في حاجه غلط من اللي بقولها. عماد متعب الحقيقه كان مستاء جدا من بكاري جسامه، وحركه كانت شهيره جدا ساعتها لو تفتكر الحركه اللي عملها عماد متعب. ولكن بكاري جسامه اتمنى انه يكون حكم عادل في يوم، اذا كان الاهلي والوداد مظبوط، لكن انا بتكلم ايضا عن ان الحكم ده اتمنى ان هو في هذا اليوم يكون عادل يا كابتن، لانه هذه المباراه لو الكاميرون يكسب فنيا جوه الملعب يكسب. طبعا خلاص مفيش مشكله، واحنا متعودين على هذا الامر ان احنا طالما انت فنيا افضل اكسب مفيش مشكله. لكن انا مش عايز الكاميرون يكسب بسبب المساعدات الخارجيه. بس هل اللعيبه ممكن تتاثر بحاجه زي كده قبل المباراه؟ عندنا لعيبه محترفه، وجهه نظري يعني معرفش، عندنا لعيبه محترفه وتقدر ان هي تسيطر على اعصابها جوه الملعب ان شاء الله، ولكن يجب ان يكون هناك ضغط شديد جدا خلال هذه الفتره من كل الاعلام المصري على بكاري جسامه، لان كل حاجه بتوصل يا كابتن ايمن. كل حاجه بتوصل اعتقد ان هو بيقرا كل حاجه وبيشوف كل حاجه، وكل حاجه بتوصل للاتحاد الافريقي اللي بيعمله سامويل ايتو الحقيقه، بيعمل ضغط جامد جدا، بيعمل ضغط غير طبيعي الحقيقه. قد يكون ضد حتى لاعيبه الكاميرون، وده اللي احنا عايزينه. مزبوط. وده اللي انا اتمناه، ان شاء الله منتخبنا الوطني يستطيع ان هو ياخد الطاقه الايجابيه من كلام سامويل ايتو ومن الكلام ان تعيين بكاري جسامه. صحيح. ويقدر ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9 يكون متواجد في الملعب ويقدر يكسب هذه المباراه. انا اعتقد ان رجاله مصر لو لعبوا بنفس الروح العاليه، سيبك من الفنيات والتاكتكس، انما لو لعبوا بنفس الرجوله والروح العاليه اللي لعبوا بيها اخر ماتشين كوت ديفوار والمغرب، ان شاء الله نتاهل النهائي وناخد البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله، وان شاء الله منتخبنا الوطني يستطيع ان يفوز بهذه البطوله. كلنا في ظهر منتخبنا، كلنا عايزين منتخبنا يكسب، كلنا في ظهر منتخبنا حتى اللحظات الاخيره، وحتى لو حصل ايه دايما هنفضل في ظهر منتخبنا. خلينا نطلع فاصل يا كابتن ايمن، وبعد الفاصل هنرجع بقى نستقبل احمد ثابت وكريم سعيد، هنتكلم معاهم في اهم الاحصائيات والارقام الخاصه بمباراه كاس العالم للانديه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ايمن، الاول قبل ما ارحب بضيوف، انا بحب الفقره دي اصلي، فالفقره دي بالنسبه لي بتبقى فقره لطيفه يعني. ايوه صحيح، وبالنسبه للجمهور مش بالنسبه لي انا بس. طبعا صحيح، فعلا صحيح. هنتكلم عن احصائيات وارقام الخاصه بالبطوله النهارده، وخاصه بفريق مونتيري، وبعض الامور الفنيه الخاصه بهذا الفريق. انت شايف مونتيري فريق جيد؟ بص، هو يمكن فريق مونتيري مش زي مونتيري مثلا من سنتين ثلاثه، مظبوط، ولكن هو فريق جيد جدا. معاه طبعا مدير فني كان قبل كده مدير فني منتخب مصر خفير اجيري، فيعرف كل صغيره وكبيره عن النادي الاهلي وعن الفرق المصريه. فاعتقد مواجهته في اول مباراه هتبقى مواجهه صعبه جدا.
عشان هو عارف كل حاجه، هو عارف كل حاجه ومعاه فريق كويس، ومعاه فريق كويس، ومعاه فريق كويس. كنت عايز اتكلم طبعا كريم واحمد ثابت بقى في حاجات ثانيه، كابتن كابتن حرق كابتن، احنا نسينا طبعا. كريم ارحب بضيوفنا دايما في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مساء الخير ايمن، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله كويس. سعيد طبعا بالتواجد مع اثنين من الكباتن الكبار، كابتن اسلام وكابتن ايمن. يعني لا خلي بالك انا مش كبير قوي يعني. انا كبير انا منورين. ويعني دايما كالعاده الحقيقه وكابتن ايمن، كلنا احنا الاربعه النهارده بقى هنعرف نتكلم في كل اللي انتوا هتتكلموا فيه. مش هتعرفوا تضحكوا علينا يعني وتقولوا لنا اصل تشيلسي ضعيف والكلام اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت على بايرن ميونخ ده. السنه اللي فاتت بيقولوا لنا على بايرن ميونخ ده، كريم سعيد اللي قال كده السنه اللي فاتت. العنوان يا كابتن اسلام اوعى تنساه، والعنوان نقط ضعف بايرن ميونخ. الناس كلها خدت على يعني هو بايرن ميونخ ما عندوش نقاط ضعف. عنده صح، مفيش فريق تشيلسي عنده ولا ما عندوش؟ اكيد عنده نقاط ضعف. عنده يعني اكيد طبعا. نكتب لهم العنوان ده على السوشيال ميديا يا جماعه. بس قبل ما تبتدوا انا ليا سؤال. لما نتكلم على حته القيمه التسويقيه، معنى ان القيمه التسويقيه لفريق اعلى من الفريق، هل ده تعني ان الفريق اللي هو القيمه التسويقيه الاعلى يفوق الفريق اللي هو اقل في القيمه التسويقيه في المستوى الفني؟ في وجهه نظري لا يا كابتن ايمن، ان القيمه التسويقيه لاي فريق أكيد. كريم معلش يا كريم وانت بتتكلم يا احمد. طب. معلش يا كابتن ايمن عشان ده لحظات وصول، زي ما كنا بنقول لما كانت مريم بتتكلم من شويه، دي لحظات وصول مصطفى شوبير ومغربي لفندق الاقامه في لبعثة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، وترحيب بيتسو موسيماني. طبعا كان قبلهم واحد كابتن سمير عدلي، طبعا واحد من الإداريين الكبار جدا في عالم كرة القدم سواء في مصر أو في النادي الأهلي، مصطفى شوبير ومحمد مغربي بينضم رسميا إلى بعثة النادي الأهلي يا كابتن أيمن. طيب دي لقطات الوصول وانت بتتكلم يا كريم واحمد. نعم اتفضل. لا هو مش شرط، انا كنت بقول لكابتن ايمن مش شرط ان القيمه التسويقيه لنادي ما عشان هي اكبر من نادي اخر يبقى النادي ده افضل فنيا او تكتيكيا من الفريق الاقل في يعني القيمه التسويقيه، لان القيمه التسويقيه بيبقى برضه فيها عوامل اخرى غير الكوره بتتدخل فيها، منها مثلا شطاره وكلاء الاعمال، المنطقه اللي احنا اوريدي بنتكلم على انتقالات اللاعبين فيها، برضه بنتكلم المكسيك واحده من الدول الرائده في كره القدم في العالم، فبالتالي اكيد لعيبه المكسيك دايما منتشرين في الام ال اس الدوري الامريكي، والدوري الامريكي هناك مرتبات كويسه، اللعيبه المكسيكيين برضه واحد من التارجتس اللي بيتاخدوا في اوروبا، فاكيد طبعا مساحه تداول الاموال في المنطقه دي اعلى بكتير من مساحه تداول الاموال في افريقيا والشرق الاوسط. مظبوط تمام. طيب هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن حاجات كتيره جدا تخص المباراه دي، قيمه تسويقيه طبعا للانديه المشاركه في كاس العالم. طيب اقول لكم تشيلسي ولا يا ابني شيل الحاجات دي من على الشاشه بسرعه بسرعه. سمير تشيلسي مش سامع تشيلسي فجوه كبيره يعني عشان ده في فجوه كبيره جدا ما بين تشيلسي والتاني بالميرس يا كابتن ايمن. طبعا يعني قول لنا يا كابتن ايمن. لا قول انت تشيلسي يا كابتن عشان انت كمان انت راجل امريكاني فبتطلع من بقك حلو. انا هقول لك، انا هبدا بمونتيري. ما خدتش بالي تشيلسي اخباره ايه. لا نبدا طبعا بتشيلسي الانجليزي، طبعا 886 مليون يورو القيمه التسويقيه كابتن اسلام، بعد كده بالميراس البرازيلي 180.90 مليون يورو، يعني تقريبا 181 مليون يورو. مونتيري المكسيكي 85.90 او 85.90 يعني برضو تقريبا 86 مليون يورو. الهلال السعودي يا كابتن اسلام بعد الاضافات الكبيره اللي عملها الفتره اللي فاتت ارتفع ل 60 مليون يورو و43، يعني تقريبا بتتكلم عن 60 مليون يورو ونص. النادي الاهلي المصري 31 مليون يورو 31.43 يعني 31.43، والجزيرة الإماراتي أخيرا 19 مليون يورو و37. يعني أدي القيم التسويقية لكل الفرق المشاركة في المونديال، وهذا لا يعني على حسب كلام كريم سعيد، مش كلام أنا ماليش دعوة باللي بيقوله كريم. خلي بالك هو دبسك قبل كده. دبسك كتير 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 مش فيعني اللي بيقوله كريم أن القيمة التسويقية لا تعني أبدا يا دكتور أحمد أن يكون الفريق أفضل من فريق آخر.
مش شرط طبعا، لان السنه اللي فاتت كنا بنلعب بالميراس، كانت القيمه التسويقيه بتاعته اعلى مننا بكتير، قدرنا ان احنا نتغلب عليهم. الفكره فكره ان انت ازاي تلاعب الفريق ده، ممكن الفريق يكون اعلى منك فنيا، طبيعي ان فريق بالميراس او فريق تشيلسي فريق اعلى مننا في القدرات الماديه اكيد بكتير يعني، ولكن ازاي انت تلاعب الفريق الاعلى منك، وازاي ان انت يعني منتخب مصر كوت ديفوار كانت اعلى في القيمه التسويقيه من كوت ديفوار، اعلى من مصر في القيمه التسويقيه، مصر قدرت ان هي ازاي تلاعب كوت ديفوار وتكسب، كذلك برضو ازاي عرفنا نلاعب المغرب ازاي ونكسب، على حسب التكتيك اللي هيلعب بيه المدرب. بس لو استثنينا تشيلسي يعني هو بص عايز اقول لحضرتك حاجه، ان البطوله دي دايما المرشح الاول دايما بيكسب، بطل اوروبا دايما بالظبط، فبطل اوروبا دايما بتبقى القيمه التسويقيه بتاعته عاليه جدا، عاليه طبعا، وبتبقى في فروقات زي ما قال الكابتن اسلام مثلا عن بايرن ميونخ السنه اللي فاتت، صح، في فروقات كبيره جدا بينه وبين باقي الانديه، صح طبيعي، لان بطل اوروبا هو اللي بيبقى يعني بيبقى اقوى فرقه في البطوله وهي المرشح الاول، بدليل الالقاب كلها بتبقى بتروح لبطل اوروبا، نادر لما تلاقي مثلا البرازيل فريق من فريق البرازيل ثلاث مرات فريق برازيلي يحصل على اللقب، فرقه ثانيه حتى ما حصلش بره قبل كده ان فريق من قاره افريقيا او من قاره اسيا حصل على اللقب يعني. لا وكمان اضيف على كلام احمد يا كابتن ايمن ان مثلا الهلال السعودي 60 مليون، ال 60 مليون دول مثلا هنلاقي ماريجا وايجالو مثلا لوحدهم الاثنين مع بعض 25 او 30 مليون. لا يعني ماريجا نفسه وكان كمان جوميز كمل معاهم قبل ما يروح جالاتا سراي، كان هتلاقي مثلا القيمه التسويقيه للفرقه وصلت لغايه 90 100، فانت ممكن تلاقي لعيب واحد فقط شايل نص مزبوط القيمه التسويقيه في الفريق، واعتقد ده ينطبق على الهلال السعودي. طيب خلينا نتكلم عن المدربين، او عايزين تكلمونا اكتر حضراتكم النهارده عن المديرين الفنيين اللي موجودين في كل الفرق. اتفضل يا كريم. نعم احنا كنا عايزين يعني النهارده كنا عاملين فقره ببساطه، السؤال الاكبر للجمهور النادي الاهلي بيساله كابتن اسلام، احنا في وضعنا الحالي وطبعا عارفين النادي الاهلي السكواد والقائمه بتاعته راحه على البطوله وهي مش مكتمله، فاحنا حابين النهارده نجاوب للساده المشاهدين ومحبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي احنا هنلعب ازاي، لان احنا عندنا اسئله كتيره جدا بصراحه، وطبعا الشباب كلهم وكل الجمهور بيقول احنا يا جماعه هنواجه مونتيري ازاي، مين التشكيله هنلعب بيه، الطريقه طبعا عارفين بيتسو موسيماني خلال اخر موسمين معانا لعب في البدايه ب 4-2-3-1 وفي بعض الاحيان 4-3-3 وبعد كده حولناها السنه دي ل 3-4-3 بمشتقاتها، فبرضه هنلعب 4 ورا ولا هنلعب 3 ورا، فاحنا حابين النهارده ان احنا نحاول ندي اجابه لجمهور النادي الاهلي والساده المشاهدين على السؤال اللي بيراودهم ومنتشر كتير خلال الايام السابقه، خصوصا بعد اعلان قائمه النادي الاهلي اللي فعلا سافرت للامارات ومدينه ابو ظبي. فلو احنا معانا الفورميشن ممكن نبدا عشان برضه نستغل الوقت اللي معانا. اللي انا هعمله النهارده او التشكيل اللي انا هحطه ربما يفاجئ ناس كتيره، بس في وجهه نظري الشخصيه اشوف ان بيتسو موسيماني في الموسم الاول لما لعبنا 4-2-3-1 ما كانش فيها التامين الكافي لينا زي اللي شفته في الموسم الثاني. انا لما هاجي اشوف طبعا في القائمه الحاليه اكيد طبعا في غيابات كتيره خصوصا في خط الظهر، بس انا اشوف يا كابتن ايمن ان الثلاثه الحارس نعم الحارس طبعا طبعا والاربعه في خط الوسط هو حضرتك هتلعب ب 3-4-3 من وجهه نظرك بس انا بتكلم دلوقتي كابتن ايمن على حته ايه، مش اسم مونتيرين طبعا، مونتيرين لما نيجي نحلل اداؤه وهنشوف هنلاقي ان في نقاط قوه عليهم في الوقت الحالي عننا، حتى المعلومه المنتشره ان مونتيري غايب عنه 11 لعيب دي معلومه مش صحيحه، لا مونتيري جايب كل كامل صفوفه وما عندوش اي غيابات. طيب انا ليه بقول ان انا بالنسبه لي الافضل 3-4-3، لان 3 في الفتره اللي شفتها مع بيتسو موسيماني في الموسم الثاني لقيت ان في تامين دفاعي بالنسبه لنا افضل. الثلاثه اللي ورا مديين حريه للاثنين فول باكس بتوعنا ان هم يطيروا على الخط بكامل الاريحيه وبدون اي مشاكل في الناحيه الدفاعيه. ليه؟ لان احنا طبعا مين نتكلم على الفول باك الايمن لما بيطير هو مش ما عندوش اي مشكله، ليه؟ لان في مساك بيرحل وبيخش على الخط عشان يامن المساحه اللي وراه. طيب لما نيجي نطبق ده على الاسماء في وجهه نظري نشوف ده على القايمه الحاليه اللي معانا هنلاقي طبعا احنا عندنا غيابات في خط الظهر، صحيح، بس في اسمين مهمين اكيد هنبدا هنبني عليهم الثلاثه اللي ورا وهما رامي ربيعه وياسر ابراهيم. طيب انا لما جيت ابص على التشكيله الحاليه ومين الاسماء اللي ممكن احطها انا لقيت ان احنا ممكن في بعض الاحيان نستغل محمد هاني احطه على اليمين واحط رامي ربيعه في النص وياسر ابراهيم هو اللي على الشمال. طبعا ياسر ابراهيم هيرحم يمين الشمال وفيها شويه مخاطره، ولكن
انا مضطر استحمل المخطط دي ليه؟ لو لعبت برامي وياسر فقط مع محمد هاني وعلي معلول ربما في الاوقات اللي احنا هنهاجم فيها الاثنين بس اللي ورا هيبقى عندنا مشاكل كبيره فيها. فانا شفت ان ربما يكون محمد هاني توظيفه في الثلاثه كمساك ونحط جنبه مهم جدا بقى كريم فؤاد، لان كريم فؤاد في وجهه نظري لاعب سريع خفيف وبيقدر النهارده ان هو يعمل لنا الانطلاقات للامام وعنده نفس القدره على الارتداد. طاهر محمد طاهر بالفعل تم تجربته في احد مباريات كاس الرابطه كجناح ايمن في طريقه 3 4 3، بس انا اشوف ان طاهر عنده مشكله واحده وهي الارتداد بتاعه ضعيف جدا 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 جدا، فبالتالي هحطه هنا في اختبارات هجوميه كتيره مع فريق عنده سرعات كبيره زي فريق مونتيري. بس هي مش تبقى مخاطره من مستر موسيماني؟ نعم. في ظل الظروف اللي النادي الاهلي بيمر بيها دلوقتي وغياب الدوليين والاصابات الكتير ان هو يبدا مع مونتيري المكسيكي الاقوى، عشان برضو نكون واقعيين، طب الاقوى في هذه المرحله ب 3 4 3. بص يا كابتن، خلينا نتفق على حاجه، على مبدا في الاول ان احنا اصلا في الوضع الحالي هو وضع استثنائي مش الوضع الطبيعي بتاعنا، احنا معناش الفول سكواد بتاعنا، معناش القائمه الكامله، ومعناش كمان ايه، احنا بنتكلم ان اثنين مدافعين اساسيين بتوعك مش معاك، بنتكلم على هاف ديفندر اساسي ومركز 8 اساسي معاك مش معاك، بنتكلم كمان مهاجم الاساسي بتاعك مش معاك وصانع العاب كمان، فبالتالي مزبوط. انت عندك مجموعه من اللاعبين مش معاك، يعني انا عشان كده بقول لحضرتك ان ممكن فكر مستر موسيماني يتغير طبقا للظروف والمتغيرات او المتغيرات اللي حاصله دلوقتي. صحيح، بس الاكيد يا كابتن ايمن ان خطه الثلاثه وانا بشرحها وحضرتك طبعا يعني اعلى من العارفين في الحته دي، ان الاثنين فول باكس فيها بيبقى عندهم حريه مش خايفين لان وراهم متغطي. الاربعه طبعا لما ثابت هيجي يشرح الطريقه بتاعته لان انا مختلف كليا معاه في اللي هو هيختاره هيبقى فيها المخاطره واخده مساحه اكبر، لكن انا شايف ان احنا لو امننا بمحمد هاني، محمد هاني يلعب مساك مش فول باك، الفول باك انت محتاج فيه فعلا واحد سريع زي كريم فؤاد، طاهر مش في وجهه نظري مش هيصلح فيها، فانا هقول تشكيلي بصراحه عشان برضو اسيب المساحه لاحمد يشرح طريقته، ان انا شايف محمد هاني بعد كل ده تسيب المساحه؟ نعم يديله فرصه محمد هاني، رامي ربيع هو اللي في النص، ياسر ابراهيم هو اللي على الطرف، كريم فؤاد هو الفول باك الايمن، اليو ديانج وعمار حمدي هو اللي يعمل دور 8، طبعا على الشمال مفيش خلاف على علي معلول، الثلاثي الامامي اتمنى حسين الشحات يبقى هو الطرف الايمن، قفشه هو اللي على الشمال، واتمنى باذن واحد احد باذن واحد يا رب حسام حسن يبقى ربنا يشفيه وان شاء الله باذن الله يلحق معانا ماتش مونتيري ان شاء الله. تسيب احمد، بس انا عايز قبل بس ما تسيب احمد انا عايز اقول لك على حاجه. نعم. تحديدا في الموضوع ده، لانه ما هو احنا واحنا بنتكلم كده انا عايز بس اوري هيبقى عندنا جزئين فيهم على الاقل مساحه كبيره جدا. نعم. هنقدر نعمل فيهم ايه يعني؟ الاجزاء دي الجزء ده ايوه والجزء ده فيهم مساحه كبيره طب فاضيه. السؤال مهم جدا على ما اظن ايوه اللي ورا علي معلول واللي ورا كريم فؤاد حسب اختياراتي بالظبط كده يعني. نعم. على حسب الاختيارات طبعا اللاعب الثالث او المساك اللي على اليمين ما بيبقاش واقف كده، بيبقى داخل 3 4 يارده لجوه. نعم. وبالتالي هتبقى في مساحه محطوطه هنا كابتن ايمن، هتبقى في مساحه محطوطه هنا ومساحه محطوطه هنا ورا علي معلول وورا معرفش انت حاطط مين، كريم فؤاد. كريم فؤاد الناحيه الثانيه اعتقد بتبقى في مساحه كبيره جدا في الامر ده في ظل السرعات اللي موجوده اللي هنتكلم عنها عن فريق مونتيري، هتعمل ايه في الحاجات دي؟ خليني اقول لك يا كابتن اسلام ان سؤالك ده هو اللي بياكد وجهه نظر ان السرعات اللي عند مونتيري اكيد خافير اجاري مش هيغير ال 4 3 3 اللي دايما بنشوفها معاه، خافير اجاري مع منتخب المكسيك، خافير اجاري مع منتخب مصر دايما بيلعب بيه 4 3 3، وبالتالي لما يكون فرقه قدامي بتعتمد على الجناحات لاي فريق بيحط 4 3 3 فهو معتمد على الاطراف اكتر ما معتمد على العمق، فانا مهم جدا جدا عندي ان انا ابقى مامن بثلاثه مساكين في الخلف، لان طبعا لما الاثنين الفول باكس هيرجعوا انا بلعب بخمسه ما بلعبش بثلاثه في الحاله الدفاعيه، لكن انا بتكلم على الحاله بتاعه الكاونتر اتاك ان هي دي الخطوره. الخطوره في الكاونتر اتاك ان انا الاثنين الجناحات بتوع الفريق المنافس لو حبيت مثلا ارسمهم واترسموا مثلا على الاطراف لو استخدمنا الاو بالظبط كده وحطينا الاثنين هنا، هنا دايما هتلاقي الاثنين مساكين على الطرف، عشان كده حطيت محمد هاني، محمد هاني سريع وبالنسبه لي كمان ياسر ابراهيم كسرعه افضل شويه من رامي ربيع، انا حطيت رامي ربيع في النص عشان احميه من المواجهات اللي فيها دريبلينج او فيها سبيد، وبالتالي انا اشوف ان سؤال حضرتك الاجابه عليه ان الثلاثه ورا هي اللي تامن الخطوره من الاجنحه.
طيب قبل بس ما نكمل كلامنا يا كابتن ايمن بعد اذنك هنروح عبر زوم الحقيقه لإيمرسون المتحدث الرسمي لنادي مونتيري المكسيكي، بما اننا بنتكلم عن نادي مونتيري ونرحب بيه طبعا على شاشه النادي او شاشه قناه النادي الاهلي. إيمرسون اهلا بيك. هولا بوينا نوتشي. اهلا وسهلا بكم. في البدايه طبعا النادي الاهلي سيواجه مونتيري المكسيكي في مستهل مشواره بالنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي، شايف إزاي هذه المباراة ما بين مونتيري والنادي الأهلي؟ أهلاً وسهلاً بحضراتكم وشكراً على هذه الاستضافة. أعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة بين الفريقين، والتوقعات لهذه المباراة كبيرة جدا، وبالنسبة لفريق مونتيري يدخل هذه المباراة بتوقعات كبيرة، ونتمنى أن تكون مباراة كبيرة بالنسبة للفريقين وبشكل خاص بالنسبة للجماهير التي ستحضر المباراة من المدرجات وستشاهدها من الملعب. تمام. مونتيري المكسيكي لديه 5 لاعبين بالمنتخب المكسيكي هيلعبوا فجر الخميس مباراة فاصلة للتأهل لمونديال أمام بنما بتصفيات أمريكا الشمالية. الأهلي أيضا عنده لاعبين أساسيين مشاركين مع منتخب مصر، ولديهم لقاء مرتقب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون مساء الخميس. كيف يتغلب مونتيري والنادي الأهلي على هذه المشكلة والأزمة، ورأيك في هذه الأزمة التي تسبب بها الفيفا وعدم مراعاته لتوقيت هذه البطولة؟ حسنا، أعتقد أن الفيفا لم يحترم المواعيد الخاصة بالمواعيد الفيفا، وأعتقد أن الاتحاد الدولي هو الذي يتحمل هذه المسؤولية، ونحاول أن نخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة. بالنسبة للمدرب واللاعبين يحضرون أنفسهم للمباراة وفقا للظروف المتاحة. الفريق يدخل المباراة بعدد محدود من اللاعبين بسبب انضمام اللاعبين للمنتخب، ولكننا سنحاول التغلب على هذا الوضع لأن الهدف بالنسبة لنا واضح، وهو المنافسة على لقب البطولة حتى وإن كان هناك لاعبين كثر في المنتخبات الوطنية. عايز اسالك عن الفرق بين فريق مونتيري في مشاركاته الماضيه بكاس العالم للانديه والجيل الحالي للنادي المكسيكي حاليا. حسنا، اعتقد ان الاختلاف كبير ومهم. الفريق تطور كثيرا على مستوى النادي بشكل عام. الفريق حظي بمشاركاته الأولى، ولكن هناك مجموعة جديدة من اللاعبين ستشارك في هذه البطولة. المؤسسة بشكل عام تطورت كثيرا وامتلكت خبرات من مشاركاتها في بطولة المونديال، وهناك عدد كبير حاليا من اللاعبين الذين ينشطون في المنتخبات المختلفة، وهذا يؤثر بشكل إيجابي على مونتيري. وأعتقد أن الفريق يزداد قوة بالعمل للبحث عن أفضل ظهور ممكن في هذه البطولة. طيب أخيرا قبل ما أسيبك إيمرسون، رأيك في مستوى فريق مونتيري الحالي الحقيقه مع مدربه خافير أجيري، وهل تعتقد ان فوز مونتيري في نسختين قبل كده على النادي الاهلي هيعمل افضليه لمونتيري على النادي الاهلي، ووجود خافير أجيري كمدير فني سابق لمنتخب مصر هل هيفرق؟ وغياب الدوليين ايضا يا كابتن اسلام. وغياب الدوليين
خافير أجيري مدرب كبير بالطبع ويمتلك خبرة كبيرة، والمدرب متواجد مع الفريق في عام 21 وخاض بطولة الكونكاكاف وأمريكا الوسطى ودرب منتخبات كبيرة مثل منتخب مصر ومنتخب اليابان ومنتخب المكسيك وأتلتيكو مدريد أيضا. أعتقد أن الفريق يعمل من أجله ويقوي نفسه بشكل كبير. أعتقد أن خافير أجيري تواجده في المقعد المدير الفني لمونتري سيكون له عامل كبير في المباراة، وأعتقد أن بالنسبة للمباراتين السابقتين لمونتري أمام الأهلي أعتقد أن كل مباراة مختلفة في ظروفها، أعتقد أن الأمور مختلفة في الوقت الحالي ويجب أن تلعب المباراة، يجب أن نلعب المباراة في الملعب حتى نستطيع أن نفوز بها، ولا أعتقد أن هناك مرشح للفوز فريق على الآخر، يجب أن تلعب المباراة في الملعب حتى تستطيع أن تفوز بها، وأعتقد أن مونتري سيبحث عن الظهور بأفضل شكل ممكن من أجل الفوز بهذه المباراة والمرور للدور التالي. أنا بشكرك شكرا جزيلا إيمرسون المتحدث الرسمي باسم نادي مونتري المكسيكي، هيقابل النادي الأهلي في أولى المباريات إن شاء الله يوم السبت المقبل في أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أحمد تمام. أنت كنت بتتكلم عن تشكيل النادي الأهلي، أحمد كريم كان قال أنه هو هيلعب بطريقة 3 4 3 أقرب إلى 3 4 3 كريم فؤاد يلعب باك رايت، علي معلول يلعب باك ليفت، إيه رأيك في هذا الأمر؟ خليني الاول اقول لحضرتك ان الاهلي على مش يعني تضربوا بعض عادي لا مش مشكله الاهلي على يعني موعد ان هو يكسر رقم قياسي في عدد المباريات لاكثر الانديه في العالم. اتفضل طبعا بعد اذنك. الاهلي على موعد ان هو يكسر رقم قياسي ان هو يبقى اكتر نادي في العالم لعب مباريات في مونديال الانديه. الرقم متساوي ما بين النادي الاهلي حاليا واوكلاند سيتي ب 15 مباراه. النادي الاهلي ان شاء الله لو لعب في اقل تقدير مباراتين فهيكسر الرقم ده. نيجي نبص للتشكيل، انا وجهه نظري ان 3 4 3 في الفتره الاخيره يعني احنا بنلعب بثلاثه ورا بس برضو في اهداف بتدخل فينا للامانه. يعني الحاجه الثانيه انا شايف ان انت ما عندكش في القايمه غير اثنين مدافعين، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ومحمد مغربي هل هتقدر تغامر بيه في لسه ما عندوش الخبرات، لسه برضو هيعمل مسحه الكورونا زياده تاكيد برضو، فلسه يعني يعني الظروف فرض علينا ان احنا نلعب باثنين مساكين. دي وجهه نظر يعني ان احنا نلعب بالاربعه. طبعا علي لطفي هو الاكثر خبره من مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. قبل برضو ما اكمل التشكيل احنا قبل ما نستعرض التشكيل لازم نتكلم على حاجتين مهمين جدا. سياسه الضغط بتاعتك هتبقى عامله ازاي، هتضغط منين؟ طبعا مش هينفع تضغط ضغط عالي، مفيش حاجه اسمها ان انت هتلعب فريق اعلى منك امكانيات اكيد هتضغط ضغط منخفض او هتعمل ميد بلوك ضغط في وسط الملعب وتعتمد على الهجمات المرتده. الحاجه الثانيه الدفاع، طريقه الدفاع بتاعتك هتبقى عامله ازاي، هتلعب طبعا بالتاكيد دفاع منطقه، فبالتاكيد ده الاربعه ياسر ابراهيم رامي ربيعه باك رايت محمد هاني بشوفه في المكان ده في حته المساك بيبقى نوعا ما مش زي الباك رايت. الباك ليفت طبعا لا خلاف على علي معلول، الارتكاز الدفاعي واللي هيديك بقى الامان الحته اللي انت قلقان منها كريم من وجهه نظر هي اليو ديانج. اليو ديانج هو اللي يقفل لك العمق ويغطي الاطراف، ولعيب جاي جاهز مع منتخب مالي ما لعبش كتير، لعب مباراه واحده. جنبه عمار حمدي هو البوكس تو بوكس اللي يقدر يعمل لك عمليه الربط. في نقطه تانية بقى مهمه، انت في طريقه 3 4 3 بتلعب قفشه جناح، وقفشه في مستواه في الفتره الاخيره تحس ان هو مستواه قل شويه لما راح ناحيه الجناح. طب ليه ما انا احطه كصانع العاب ارجعه لمركزه الطبيعي، قفشه كصانع العاب قدامهم، وبيتحول طبعا في الحاله الدفاعيه بالطريقه بتاعتنا بتتحول 4 3 3 بنزول محمد مجدي قفشه ما بين الاثنين الارتكاز بتوعنا، المفروض الطريقه تبقى كده 4 3 3 في الحاله الدفاعيه. نكمل برضو بقيه التشكيل، ناحيه اليمين بشوف حسين الشحات هو طبعا الافضل في الحته دي حاليا. نيجي للشمال احمد عبد القادر، وهقول لك ليه برضو احمد عبد القادر حطيته قدام طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح. ليه بقى طاهر محمد طاهر؟ لان انت محتاج مهاجم سريع، محتاج مهاجم يعمل لك، لان انت بتقول هتلعب دفاع منطقه، فانت طاهر عنده حته السرعات قدام
حسام حسن ربما يكون جاهز او لا لسه مش عارفين، فطاهر هو الاقرب في المكان ده في حته ان هو يعمل لك الهجمه المرتده. طب ليه مش معنى 4-3-2 يا كريم؟ اولا انا ببص على الدكه، لازم يبقى عندي دكه. انت دلوقتي انا لا قدر الله ربيعه اي حد فيهم اتصاب يحصل اي حاجه، هضطر اقوم مدخل محمد هاني مساك يبقى وانزل كريم فؤاد. طيب افرض برضو عايز ادي حلول، ده حل. افرض عايز ادي حل تاني، ممكن اطلع علي معلول جناح وانزل محمود وحيد. لو حد من الناس عبد القادر مثلا ما كانش موفق، اقدر اطلع علي معلول جناح وانزل محمود وحيد، فده حل من الحلول. عندي اوراق وليد سليمان، وليد سليمان لسه لاعب ولاعيب خبره كبيره ويقدر يحل لك هنا يحل لك هنا يحل لك مكان قفشه، ينزل مهاجم وشفناه في اخر ماتش. فلازم يبقى عندك دكه. كذلك لعيب بقى لو بصيت للشباب هم ثلاثه، زياد طارق يقدر برضو، زياد طارق ادى نوعا ما برضو في البطولات دي محتاج الخبره اكتر، بس زياد طارق ممكن استغله لبعض الوقت. وكذلك فخري، كذلك طبعا محمد مغربي في حته الدفاع. بس ولكن دكتور بعد اذنك، مقاومات طاهر محمد طاهر كلاعب اعتقد انها ما تتناسبش مع مركز راس الحربه دي. بس انت محتاج مهاجم ينقل لك يا كابتن ايمن الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه، لان انت هتلعب دفاع منطقه، فكل هجومك هيبقى معتمد على الهجمات المرتده في ظهر المساحات بتاعتهم، هيكتور مورينو وسيزار مونتس الاثنين المساكين. المساحه اللي وراهم يبقى انا محتاج هي كوره اللي هنلعب عليها، كوره قفشه او عمار حمدي في ظهر الدفاع ليه طاهر محمد طاهر، او تكتيك ضربات ركنيه نقدر برضو نستغل الضربات الركنيه من خلال وجود طبعا رامي ربيعه او ياسر ابراهيم لما يتقدموا يقدروا يعملوا لك عمليه الزياده. هي الحته بس اللي مخوفاني ان هم عندهم جبهه يمنى قويه جدا يا كابتن ايمن. بالزبط. عندهم اقوى جبهه في مونتير هي الجبهه اليمنى اللي بيجي منها كل الاهداف، عندهم العرضيات خطيره جدا. احنا احنا مونتير هنتكلم عنه امتى؟ اي احنا هنتكلم عنه يوم الجمعه. يوم الجمعه اعتقد ان احنا هنسيب مونتيري نتكلم عنه. تمام. قبل ماتش الاهلي، قبل ماتش الاهلي قبل يوم السبت يعني. تمام. ان شاء الله هنتكلم عنه الجمعه، نقدر بقى نوصفه اكتر واكتر. طب. ونشوف حي حاجه كمل يوم الجمعه طبعا. ده انا هقعد بره وانت اللي هتكمل. في معلومه مهمه بس يا كابتن اسلام، دلوقتي القايمه النهائيه النادي الاهلي هيبعتها يوم 3 في الشهر. نعم. يوم هنبعت كام اسم؟ هنبعت 23 اسم. 23 اسم. طيب دلوقتي احنا عندنا 5 في لعيبه المنتخب بعد اصابه الشناوي، عندك محمد عبد المنعم، عندك ايمن اشرف، عندك حمدي فتحي، عندك عمرو السوليه، والخامس محمد شريف. مظبوط. طب هيبقى انا ال 23 اسم هيبقى منهم الخمسه دول اكيد، يبقى اكيد في الفتره الحاليه النادي الاهلي هيأيد من الخمسه من ال 23، تطرح 23 من 5 يعني هيتبقى كام؟ 18 اسم. يبقى هتأيد من القايمه اللي سافرت اللي هم وصلوا 25 اسم النهارده بعد وصول مغربي ومصطفى شوبير. يبقى اكيد في 7 منهم هيبقوا يعني من السبع هيختاروا 18 من ال 25. صحيح. وفي 5 مع منتخب مصر. ليه المفروض يعني انا وجهه نظري ليه اللي بيحصل كده؟ لان انت لازم برضو في المباراه الثانيه مع المنتخب هيلعب، حتى لو لا قدر الله المنتخب لعب ثالث ورابع يوم الاحد، هيبقى برضو سواء نهائي او ثالث ورابع هيبقى يوم الاحد. وبالتالي اللعيبه هيبقى عندها فرصه، لعيبه الاهلي اللي هم الخمسه الدوليين بعد اصابه محمد الشناوي يقدروا ان هم يسافروا ويلعبوا سواء يوم الثلاث باذن الله لو تاهلنا، يوم الاربع، يوم الثلاث ايوه نص النهائي، ويوم الاربع في الخامس السادس لو لا قدر الله خسرنا. فده اللي ممكن يعني يكون موجود في القائمه، التفكير في القائمه حاليا يعني. باذن الله ان شاء الله يا مسهل ما نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ان شاء الله بإذن نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي خلال الفتره الجايه. انا بشكركم جدا. شكرا. على ابداء وجهه النظر في النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله خلال الايام او توالي الايام القادمه ان شاء الله هيكون عندنا شرح كامل لكل الفرق اللي موجوده في كاس العالم للانديه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ العزيز كريم سعيد، شكرا جزيلا ابو حميد على وجودك معانا. شكرا كابتن ايمن. بعد اذنك هنطلع فاصل، و قبل الفاصل كويس كابتن سعد عبد الحفيظ في حوار هام جدا هيقول لنا بعض الامور الخاصه بالبعثه ويعرفنا الاخبار ايه والدنيا ماشيه ازاي. نطلع نشوف كابتن سعد عبد الحفيظ، وبعد كابتن سعد عبد الحفيظ فاصل، وبعد الفاصل هي فقره كابتن ايمن ما كانش عايز يعملها، مش انا ماليش دعوه. انا قلت كابتن ايمن اللي ما كانش عايز يعملها. لا هو يقول لك ايه، دخلوا بلال بس ما تدخلوش كابتن عادل عبد الرحمن، لسه سايبهم اول امبارح. فبعد الكابتن سعد عبد الحفيظ وبعد الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال، هيكونوا في ضيافه الاهلي في المونديال. هنتكلم اكتر عن كل الامور الخاصه بالنادي الاهلي وبالطبع منتخبنا الوطني، ولكن بعد ما نشوف ماذا قال كابتن سعد عبد الحفيظ. فاصل، وبعد الفاصل كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد بلال.
بالتوفيق، لكن كمان احنا جايين في مسؤوليه كبيره، عارفين ان المحطات مش زي كل مره، المحطات اصعب من كل مره، لكن في النهايه مسؤوليه علينا كلنا، سواء كان جهاز او لعيبه، واثقين في اللعيبه كلها اللي موجوده، سواء كان زمايلنا موجودين معانا او لحقوا بينا او ما لحقوش، يعني هم كمان عندهم محطه صعبه، لكن في النهايه احنا واثقين في المجموعه اللي موجوده. يعني ان شاء الله الرحمن يكون عند حسن الظن، وان شاء الله الرحمن الظروف تساعدنا. مشاركه مع ابطال القارات في العالم كله طبعا بيبقى لها حساباتها ولها ظروفها، قدام جماهيرنا المصريه هنا وجماهيرنا الاماراتيه برضو هنا، الاثنين واحد يعني، فان شاء الله الرحمن يكون عند حسن الظن. يعني شفت الاستقبال ازاي في المطار؟ يعني زي كل مره، سواء كان هنا او في اي حته عربيه، هنا بالذات بتبقى مختلفة شوية، لأن الجماهير المصرية والجالية المصرية اللي هنا، وكمان الجماهيرنا الإماراتية طبعا بالتأكيد هتبقى شكل مختلف، لأن هم جايين يأزرون أكيد. يعني إن شاء الله الرحمن عليهم السبت بإذن الله نكون مستعدين ونكون عند حسن الظن. عارف إن هي لقاء مش سهل، أو عارف إن هو لقاء صعب مع فرقة عندها برضو خبرات في المونديال هنا، شاركت فيه كذا مرة، لكن إن شاء الله الرحمن بإذن الله تكون التوفيق حلفنا بإذن الله. كلام حضرتك مع اللعيبه، خاصه اللعيبه الصغيرين الناشئين، كلامك معاهم ازاي؟ هي الفرص بتيجي كده، هي اي لعيب بيبقى عايز فرصه، يعني الفرصه دي ممكن تكون كبيره وفرصه ممكن تكون صغيره. ربنا اراد ان يبقى في لعيبه ممكن تكون موجوده النهارده هنا فرصتها جات لها، المهم ان انت تتمسك بيها والاستمراريه تكون موجوده، وان شخصيتك تبقى موجوده وحاضره. يعني مباريات كبيره واجواء حلوه وبطوله على مستوى عالي جدا، كل واحد في القاره بيتمنى ان هو يكون مشارك هنا النهارده، فلازم تكون انت برضو عند حسن الظن ده، وتكون عندك ثقه في نفسك. احنا واثقين فيك، لازم انت كمان تكون عندك ثقه في نفسك. عندنا ظروف، مصر كلها عارفة الظروف اللي احنا فيها، وعارفة سواء من لعيبة في المنتخب، إصابات، كورونا، تكلمنا عن الموضوع ده كابتن سيد. مش عايز اقف عنده كتير عشان مش عايز اعمل اجواء سلبيه او طاقه سلبيه، خلينا نتعامل مع الموقف. يعني كل يوم ان شاء الله الرحمن بيعدي بيقربنا من المباراه، كل يوم بيعدي ان شاء الله الرحمن بيقربنا للهدف احنا جايين له، مسافرين له، محضرين له، وبقى لنا فتره بنتكلم فيه كتير وبنشوف مباريات وبنشوف مشاهد كتيره جدا لمونتيري، وبالتاكيد ان شاء الله الرحمن نكون عند الميعاد ونكون حاضرين باذن الله. اخر حاجه كابتن سيد، كلمه لجمهور النادي الاهلي، وبرضه عايزك تطمن جمهور الاهلي على يعني زي ما انا قلت وبقول دايما، ان جمهور الاهلي عارف دوره كويس قوي، زي ما كان في جمهور في مصر مساندانه ومأزرانه وواقفه معانا، اكيد هنا برضه هنلاقي نفس الجماهير، بلس كمان الجماهير الاماراتيه. طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما بقول لحضراتكم، خلوني ارحب، انا هرحب بواحد والكابتن ايمن هيرحب بواحد. ليه بقى؟ لان انا عارف ان الكابتن ايمن له يعني مستني يرحب بحد مخصوص يعني، ماشي. فانا هرحب بالنجم الكبير، معلش يا كابتن انت الكبير انا عارف، بس انا هرحب بالكابتن احمد بلال. يبقى في حاجه لا خالص والله، لا خالص. انا هرحب بالنجم الكبير الكابتن احمد بلال، وهخلي الكابتن ايمن بقى يرحب. يا كابتن ايمن اتفضل. وانا كابتن اسلام ارحب برضو بالكابتن احمد بلال. قوم يا كابتن ايمن، قوم يا كابتن ايمن. الكابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك. في كمين؟ في ايه يا كابتن عادل؟ مش عارف والله. لا والله ما في كمين ولا حاجه والله، في كمين بالعكس والله. انت عارف طبعا ده دايما انت عشان الكبير بتاعنا يعني، فسايبينك في الاخر. لا هو الكبير بتاعك بعد الكابتن ايمن. لا ده هو الكبير. ايمن انا بقولك انت بعد الكابتن ايمن اكبر مني ب 10 سنين. هو انت 10 سنين؟ ايوه طبعا. طيب ماشي، هو انت بعد الكابتن ايمن. اهلا بيكوا، وانا سعيد قوي بالشياكه دي. ربنا يخليك يا كابتن، حاجه شيك جدا بالامانه يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ده من ذوقك. خليني ابدا معاك يا كابتن عادل. الاول، النادي الاهلي دائما ما يشرف الكره المصريه، ولكن السنه دي الامور مختلفه شويه، بمعنى هنشرف كره القدم المصريه طبعا كعاده النادي الاهلي، ولكن الجمهور يعني قلقان شويه من الاصابات، من وجود بعض اللاعبين في المنتخب، وهو واجب وطني اصر عليه الحقيقه، او كان او اصر على الكلام عنه كابتن محمود الخطيب النهارده في البيان اللي خرج من مجلس إدارة النادي الأهلي، وقال في مصر أولا. فبالتالي من الواضح جدا أن هناك بعض الغيابات التي ستكون موجودة في الفريق الأساسي للنادي الأهلي. إيه رأيك؟ أول حاجة، إحنا طول عمرنا النادي الأهلي بيشتغل، أو أنا آسف، تصريح طبعا من الكابتن محمود الخطيب، النادي الأهلي طول عمره بيحط مصر أولا. أي مش من النهاردة،
ولا امبارح. لا وهتلاقي بس الكابتن لما قال كده قال كده ليه يا كابتن ايمن يا كابتن بلال؟ لانه من كتر الناس عماله تزايد في كلام غريب جدا يعني الحقيقه كنا بنقوله كنا بنسمعه خلال الفتره اللي فاتت، عشان كده هو اصر ان هو يقول هذا. اقول لك حاجه كمان مهمه قوي. لما جه احمد مجاهد اللي كان ماسك اللجنه المؤقته للاتحاد الكره وقال لك وعمل تصريح وقال لك ليس كل ما يعرف يقال. وقال لك ان النادي الاهلي يلعب بنجومه والمنتخب بيلعب بنجومه. ايوه هو ما كانش متاكد ان المنتخب، لا هو كان نايم يمكن في حلم. لا ما كانش نايم. طب هو قال بناء على ايه؟ علشان عشان مصر هتخسر، لانه هو تعاقد. معقوله يعني؟ لا ما هو ليها ايه المبرر ان احنا مش عارفين؟ اتكلمنا انا وكابتن انه ما كانش متاكد ان مصر ممكن توصل للادوار دي. فعشان يخلص اللي هو قاله، ما هو هي مالهاش الا دي. قال ان مصر هتلعب بكامل نجومها والاهلي يلعب بكامل نجومه. كان هو متخيل ان مصر ممكن ما تكملش. مش هتكمل يعني؟ ايوه لا دي حقيقه، وهو عارف وهو كان على راس. بس هل هو كمسؤول يطلع يقول تصريح زي ده؟ درهان خادع، درهان خادع يعني. ما هو ما هو ما هو ما يعني كمسؤول يعني خلينا نتكلم بالمنطق. انت مسؤول، راجل مسؤول. مظبوط. فلما تيجي تتكلم في قرار لازم يبقى عندك معطيات. ايوه. المعطيات انك انت عندك وعد من الاتحاد الدولي، وما فيش في كرة القدم وعود. في كرة القدم انك انت تاخد تصريح وتواريخ من ان البطولة هتتأجل كاس العالم، فالاهلي هيلعب بكامل نجومه ومنتخب مصر هيلعب في منتخب مصر هيلعب بكامل نجومه لغاية نهاية البطولة. صحيح. بس خلينا نرجع للكابتن الخطيب وتصريح الكابتن الخطيب. عادة النادي الاهلي كده ان هو مسؤول دائما عن انه بيحط بلدك الاول، لانه أندية الدوري الممتاز معمولة عشان المنتخب القومي. طبعا. وليس العكس. طبعا. يعني احنا اتكلمنا كتير قوي قلنا كيفية عمل منتخب قوي البلد. هو من حاجتين ما لهمش ثالث. رقم واحد انك بتلعب لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرز منتخب قوي. وده مهم جدا. بلال برضو في دقيقتين عشان انا عندي لقاء برضو مهم جاي لنا من الامارات، برضو قول لنا رايك في ما يحدث الان ان النادي الاهلي غالبا خلاص يعني خليني اقول لك 8 لاعبين او 7 5 و2 7 7 لاعبين او 8 لاعبين مش هيكونوا متواجدين في الفريق الاساسي. طبعا الامر صعب جدا على النادي الاهلي. الوعد كان غير حقيقي وغير مسؤول من شخص اعتقد كان يحمل مسؤوليه او يحمل مسؤوليه كره القدم في مصر. انت بتتكلم على رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد لما المفترض في الوقت الحالي انه يحاسب، ده من وجهه نظري الشخصيه. لما تطلع كرئيس اتحاد راجل مسؤول تقول ان النادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه وما تديش المبرر المنتخب مصر. او المنتخب لا الاهلي الاهلي هيلعب بكامل نجومه. ما هو الاهلي المنتخب اكيد هيلعب بكامل نجومه، لكن بتكلم على الاهلي بقى لما يطلع يصرح تصريح من راجل هو مش انا هو مش صحفي او لعيب كره زي حالتنا او متفرج او حد في الشارع بي 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 بيدي تصريح كده لمجرد تهدئه الاوضاع. صحيح. المفترض يتحاسب على الكلام ده. لو قلت زي ما قال بيقول كابتن عادل لو هو كان شاكك ان المنتخب ممكن يخرج فعشان كده الاهلي ممكن يلعب بكامل نجومه فيتحاسب مرتين. على دي فيها عدم وطنيه على فكره يعني. نعم. ان انا اشك في منتخب بلدي وفي قدراته وامكانياته المنتخب اللي انت رئيس اتحاده. ده موضوع كبير على فكره. سيبنا من كلامه بقى دلوقتي، هل الموقف صعب بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي؟ اكيد صعب. بص صعب. اكيد صعب طبعا. ده وضع طبيعي. انت الكلام ممكن يتماشى الكلام ده في الدوري العام في الكاس مصر، لكن انت النهارده لما تروح تلعب مع فرق عالمي انت بتلعب بطل اسيا، بتلعب بطل اوروبا، بتلعب بطل امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه، الكونكاف، الكلام ده انت بتلعب فرق بكامل نجومها رايح عشان تعمل حاجه. صحيح. انت الموسم اللي فات انت خدت ثالث عالم عشان كان معاك كامل نجومك في وسط كل الادغال دي وفي وسط كل المراهنات اللي كانت ضدك الموسم الماضي. مظبوط. ومع ذلك يعني تحديت كل ده وقدرت ان انت تحصل على لقب ثالث عالم. السنه دي الامر صعب. انت في احتياج لكل لعيب. انت عندك انت بتفقد 7 لعيبه منتخبات، مش لعيبه. صحيح. مش لعيبه نادي فقط، 7 لعيبه منتخبات يعني لعيبه اعمده اساسيه بالنسبه لك. كل فرقه في العالم يعني المدرب او اللعيب او الجمهور بيصنف اللعيبه بتاعته لعيب اساسي ولعيب مش هقول احتياطي بس لعيب اول ولعيب ثاني بديل بيلعب. بالظبط كده. فانت النهارده لما تفقد 7 لعيبه اساسيين ده قوام فريق بالكامل. صحيح. فكون ان كابتن الخطيب يعني والنادي الاهلي ومجلس ادارته يوافق انه يخرج ده الموضوع يعني تعدى بقى الفنيات. صحيح. وراح في حته ثانيه خالص الا وهي حته الوطنيه. صحيح. وان انت بتلعب باسم مصر وانت ما ينفعش تنسحب. صحيح.
عشان لصالح الكره المصريه في بعد. طب ما تيجي يا كابتن اسلام نقرب ونشوف الكواليس اكتر وناخد كده حوار كده على السريع من نجم صاعد بقوه النجم زياد طارق. يلا بينا يا كابتن اتفضل. طبعا بمثل كابتن اسلام وبحمد ربنا طبعا على المنظر اللي احنا ظهرنا بيه في كاس الرابطه كلنا. الحمد لله كان يعني اللعيبه الكبيره كانت دايما بتساعدنا والكوتش كان بيساعدنا والجهاز الفني، فده الحمد لله خلانا يعني نعمل بطوله كويسه ونظهر بشكل كويس الحمد لله يعني. طبعا انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمكسب، شفته ده ازاي الفتره الاخيره؟ طب لا مش الفتره الاخيره بس، ده طول حياتنا من ساعه ما اتولدنا واحنا شايفين النادي الاهلي على طول بيلعب على المكسب، ما عندوش حته حتى التعادل، مش هتكلم على الخساره دي يعني بتبقى صعبه جدا بالنسبه لنا، بس حته التعادل دي بتبقى مش موجوده، فاحنا متربينا في النادي من واحنا صغيرين دايما لازم نكسب ودايما ندور على المكسب، فدي الحاجه الحمد لله يعني ان احنا اتربينا على كده. كاس العالم الانديه شايفه ازاي بقى؟ المونديال، احنا في المونديال هنا في الامارات، مشاركة الاولى ليك شايفها ازاي؟ طبعا مبسوط جدا وشرف ليا ان انا موجود مع النادي الاهلي هنا، بتمنى يعني من ربنا ان شاء الله ان احنا نعمل بطوله كويسه ونبقى على قد المسؤوليه ونقدر نبسط الناس، وهنعمل ان شاء الله يعني نوعد الناس ان احنا نعمل اقصى ما بوسعنا ان احنا ان شاء الله نعمل ناخد ميداليه ان شاء الله. دور اللعيبه الكبار كابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه، كابتن قفشه، كابتن حسين الشحات، علي لطفي، كل اللعيبه الكبار وياسر ابراهيم، اللعيبه الكبار بتقول لكم ايه؟ لا بصراحه اللعيبه الكبار يعني على طول من اول يوم طلعنا وهم في ظهرنا وبيتكلموا معانا وبيساعدونا وبيساندونا في اي حاجه، ودي يعني الحمد لله ان في لعيبه زي دي موجوده فاهمني، فالحمد لله يعني ان هم موجودين معانا وبشكرهم طبعا على الدعم اللي هو موجود دايما ده. قبل ما تسافر عايزين نعرف تقوس قلت ايه في البيت عندك رايح المونديال، اهلك قرايبك؟ والله يعني انا ما كنتش مصدق في الاول، كانت بالنسبه لي لحظه سعيده جدا في حياتي واهلي طبعا اتبسطوا جدا، فانا بحمد ربنا يعني الحمد لله. كابتن عادل، يمكن زياد طارق من مكاسب كاس الرابطه كابتن اسلام، ويمكن مظبوط في الثلاث مباريات الاولانيين يعني ما حسيناش بفرق كبير بين غياب اللعيبه الكبار ووجود اللعيبه الصغيرين. هو ده اعتقد يا بلال الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. طبعا يعني الاهلي مدرسه كبيره، انت لو بصيت على معظم اللعيبه اللي بتلعب في الانديه الثانيه هتلاقي ان ثلاث ارباع اللعيبه الناشئين، اللعيبه ثلاث ارباعهم كان لعيبه ناشئين من عندك من النادي الاهلي، اللي صادفوا الحظ وخرج واللي خرج لاعاره يعني الموسم الماضي مثلا او ما قبل ما اعتقد الجونه، انت بتتكلم في 7-8 لعيبه من النادي الاهلي، اتحاد اسكندري، سموحه، المقصه، لعيبه يعني فرق كثيره جدا بيعتمدوا على لعيبه النادي الاهلي. نعم. الاهلي عشان اللعيبه هنا بتتاسس بشكل كويس، بتتربى بشكل كويس، صحيح بيتم اختيارها لان لعيبه النادي الاهلي لعيبه بطولات. يعني انت النهارده انت كفرقه لما بتيجي تختار بتبقى في المقام الاول عايز لعيب يتحمل مسؤوليه، لعيب يبقى عايز يكسب. أيوه. يهمه جدا ان ما يخسرش، يهمه جدا ان يكون ان روحه تبقى عاليه في الملعب، كل المواصفات دي تبقى موجوده في لعيب النادي الاهلي. ممكن ما يكونش سوبر ستار، ممكن ما يكونش فنياته عاليه، ممكن ما يكونش امكانياته كبيره جدا، لكن هتلاقي فيه التزام، هتلاقي فيه انضباط، هتلاقي فيه مسؤوليه، هتلاقي فيه روح قتاليه عاليه جدا. عشان كده لعيبه النادي الاهلي بتنجح في معظم الفرق. وعندنا امثله كتيره جدا من لعيبه النادي، اقربها احمد عبد القادر لما راح سموحه كان صح. كان السوبر ستار بتاع سموحه صحيح. ورجع النادي لان هو لعيب عنده التزام وعنده مهارات، ممكن ما يكونش له مكانه في الاهلي في الوقت الحالي، لكن لما يخرج هيتعرف ان ده ابن من ابناء النادي، زي محمد عبد المنعم دلوقتي، زي عبد نفس الموضوع عبد المنعم فيوتشر. هي دي الاسماء اللي بتخرج من النادي الاهلي، كل الانديه بتراهن عليها يعني صحيح. الانديه بتراهن على لعيبه النادي الاهلي، عشان كده يعني دايما السباق رايح لناشئين النادي الاهلي، الانديه بتتسابق عليهم. مظبوط. وده عمله النادي الاهلي او الباترينا اللي عملها النادي الاهلي في الثلاث مباريات الاولى اللي كان الكابتن ايمن بيتكلم عنهم. كابتن عادل، مهم جدا ان انت تقول لي الحل. انا دلوقتي كجمهور النادي الاهلي قاعد بتفرج على كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن بلال وكابتن ايمن شوقي وكلنا واحنا قاعدين، خلاص سامع بيقول ان احنا عندنا 7 لاعبين مش هيبقوا موجودين، 7 لاعبين من اللي كانوا دايما او على الاقل في الفتره الاخيره لعبوا عدد كبير من المباريات، مش هقول اساسي واحتياطي، خلاص اللعبة دي مش هتبقى معايا، ايه الحل؟ انا هعمل ايه؟ اقلق ولا ما اقلقش؟ استنى النادي الاهلي لا قدر الله يخسر، ولا اللعيبه تعمل اللي يعني ايه الحل من وجهه نظرك؟ اول حاجه احنا لازم نعرف انه البطوله صعبه، ظروف صعبه، عدت علينا اول مره تعدى علينا صح.
متعودين ان احنا دائما بنبقى نعمل مباريات جيده في كاس العالم لان بنبقى بكامل نجومنا. نعم. لكن المره دي ما عندنا نجوم ناقصه كتير جدا وكلهم لعيبه المنتخب ودي مشكله كبيره قوي. الحل بقى يعني انت تقدر تعمل ايه؟ احيانا لما بيبقى عندك مجموعه لعيبه انت بتعمل فعل وبعدين تستنى رد الفعل. مظبوط. انت بتتكلم على المدير الفني. انا بتكلم على الناحيه بقى الفنيه. هاي. يعني الحل الفني يعني انك انت تقدر تغير طريقه لعبك. هتقول لي الوقت قليل انك تغير طريقه لعب، ما هي اصله خلي بالك طريقه اللعب دائما بتتعمل على القماشه اللي عندك وليس طريقه لعب المدرب. يعني في مخاطره ان مستر موسيماني في الظروف الصعبه ديت والمنافس اللي هيلعبه ان يلعب بطريقه 3 4 3. يعني شوف انا هو اقرب واحد للفرقه في الوقت الحالي، لكن انا بتكلم على الناحيه الفنيه لما بيكون عندك نقص كتير في الفرقه بتحصل حاجه من الحاجتين. لا انت بتغير طريقتك الهجوميه بتخليها فيها اتزان دفاعي مع هجومي، لان الطريقه الهجوميه دائما عايزه شق انك انت تجري تهاجم وبعدين تدافع، وعاوزه فكر عالي وعايزه لعيبه متمرسه وعايزه لعيبه من الصف الاول. سؤالي بس يا كابتن، عشان انا الجمهور دلوقتي قاعد بيتفرج على كابتن عادل، الحل ايه يعني؟ انا ما هو ده اللي انا جاي لك فيه. ما هو انا عايز اسال الحل ايه يعني؟ انا هفضل دلوقتي قاعد قلقان من دلوقتي اليوم السبت وانا ولا انا كجمهور اهلي، ولا ابقى حاطط في دماغي ان عندي صعوبات ولكن ممكن جدا بحل معين اقدر اعملها؟ ما هو الحل اللي انت تقدر تعمل الناحيه الدفاعيه كويس قوي، وانك انت تعمل بدون اسماء بقى. لا ما هو هو ده اللي انا عايزه. ما انا عايز اقول لك، عشان انا كنت في البدايه بقول ايه، لما تكون انت عندك نجومك كلها وعندك اسلحتك كلها بتعمل الطريقه اللي انت بتشتغل بيها الهجوميه، انت ما عندكش في الوقت الحالي. حلو. يبقى ما ارجع لحته يعني مش عايز اقول لك 4-2-3-1، لا ارجع بقى للطريقه 4-1-4-1 دائما. ليه؟ لانك انت عندك اهم عنصرين غايبين عندك، حمدي فتحي والسولية. عنصرين اقوياء جدا في الحته الدفاعيه مع الهجوميه. لكن انت دلوقتي مش هتقدر تعوض بواحد الا ديانج عندك. ديانج بس. هتقدر تعوض بواحد يعمل الناحيه الهجوميه والدفاعيه، فهو يقدر يعمل الناحيه الدفاعيه وتزود في الحته الهجوميه اللي هي في الاربعه اللي على الطرف اللي هم الاربعه اللي قدام، يبقى منهم اثنين دفاعيين واثنين مهاجمين. يعني اذا الطريقه لازم تتغير. نعم لازم الطريقه، البدايه تغيير الطريقه لطريقه اكثر دفاعيه دفاع تأمين. صح. وقرب اللعيبه من بعض. لانه انت لما بتلاعب لعيب ما هو قرب ده يبقى اكثر تامين. ما احنا بس بنتكلم بشكل عام. لا بس هو في حته فنيه لازم نعرفها. اللي هو ايه؟ اي فرقه في العالم بتلعب بطريقه هرميه. ايه اللي هي الطريقه الهرميه؟ اللي هي بيبقى قدام واثنين وواحد وراهم، ده الهرم، او اثنين واحد قدام في كل حته في الملعب. دي هي اسمها دي كره القدم. اوكي. احيانا لما بيبقى عندك نجوم كبار كده هرم مقلوب يا كابتن، اثنين قدام واحد ورا هرم مقلوب. ايوه ما هي انت مش شاطر في لا لا هو قصده يعني مثلث في كل حته. احنا بنتكلم في الكوره. احنا بقول لك يا بلال احنا بنتكلم، احنا ما اتكلمناش على المقاولات بتاعتك بطريقه هرميه يا كابتن. اثنين قدام واحد ورا ما اتكلمتش عليها يا كابتن. مهرم المقاولات بتاعته ام بتستعمان يا هرم اللي هو ايه؟ هو بلال ما يعرفهاش لانه مش مدرب. الطريقه الهرميه انك دلوقتي ما انا جاي لك. لا يعني طول الوقت ايه بيبقى في اثنين واحد قصادك او واحد واثنين تحتيه، فعلى حسب ما الكره بتبقى موجوده. اوكي. لما بيكون عندك نقص كتير قوي بتزود واحد دائما بيبقى السبورت الثالث. اوكي. زي ما تعرف محمد صلاح مثلا في العالم لما بييجوا يدافعوا عليه بيبقى واحد وراه والثالث مراقب علشان مهارة صلاح ممكن يعدي من الاثنين. طيب. يبقى الاكثر تامينا او الطريقه كابتن ايمن الاكثر تامينا او تغيير الطريقه من وجهه نظر الكابتن عادل. بس هو كده انت قصدك ان هو يعني الشق الدفاعي يبقى هيكون اكتر شويه. دي حقيقه لازم. ده كابتن صح، هو لازم. يعني اعتقد يا بلال ده طبيعي. صح ده طبيعي. بس مثلا في عدم يعني نتكلم بصراحه على انت لما لعبت بالناشئين البطوله اللي هي بطوله كاس الرابطه انت بتلعب ايه؟ ما بتعملش الفعل طول الوقت لانهم لسه ما عندهمش الخبرات او القوه ان يعملوا الفعل
ورد الفعل يعني بعد كده. انت هنا بتتكلم، فانت كده دلوقتي لازم تستنى رد الفعل كويس. لانك هتلعب، انا بكلمك بتلعب فرقه قويه، الاهلي بمنحدر في مصر، لكن في البطوله العالميه الاهلي بنجومه المفروض. انت فاهم؟ عشان تقدر تجاريهم يعني. فاهم، بس هو انت لما تيجي تغير كابتن بلال الطريقه لازم برضو تبص على حاجتين، القماشه اللي معاك والفريق اللي قدامك. اكيد في الفتره ديت في نواقص كتير زي ما قال الكابتن اسلام، وفي صعوبه. مستر موسيماني هل فعلا هيلعب بنفس الاسلوب او بيفكر بنفس الاسلوب اللي بيفكر بيه كابتن عادل؟ هيبقى معتمد على الشق الدفاعي اكتر شويه من الشق الهجومي. طيب نفترض ان حسام حسن غير متواجد في المباراه، مين يحل ويبقى راس حربه مكان مثلا حسام حسن؟ انت هنا هتتكلم عن اسماء بقى، هتخصص. هتكلم عن اسماء طبعا. خليني اتفق مع كابتن عادل يعني، تمام، عشان يعرف ان انا برضو مش يعني في الكوره. بعدين بقى بعد بعد الهوا نبقى بعد الهوا نتكلم. ماشي. يعني اكيد طبعا، يعني انت النهارده لما بتبقى انت بتلعب فرقه كبيره يعني عندها امكانيات وقدرات وانت عندك نواقص كتيره جدا، فاول حاجه انت بتبص ليها او بتفكر فيها هي ازاي اامن نفسي دفاعيا، ازاي اشتغل بشكل دفاعي منظم عشان ما اخترقش، تمام، عشان ما يبقاش فيها هجمات عليا، عشان ما يتسجلش فيه اهداف. دي رقم واحد، انت بتفكر فيها كمدير فني. رقم اتنين، ازاي ممكن في بعض الاوقات تمتلك نص الملعب وازاي انك تعمل تحول. احنا هل النهارده ممكن مستر موسيماني يفكر في الاستحواذ؟ ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش في الوقت الحالي. هو ممكن يفكر في الكاونتر اتاك، في الهجمات المرتده السريعه. عشان كده انا بشوف ان ممكن طاهر محمد طاهر هو ممكن يكون راس الحربه الاساسي بالنسبه لمستر موسيماني في الطريقه دي، مش حسام حسن. بس طاهر عنده مقاومات راس الحربه عشان السرعات. خد بالك انت مش هتشتغل او مش هتعتمد على رقم 9 المحطه. انت هتعتمد على 3 عندهم سرعات. هتعتمد على التحول السريع. لان انت زي ما اتفقنا كده، هل انت ممكن تمتلك نص الملعب؟ لا ما اعتقدش. هل ممكن تلعب على كده؟ برضه ما اعتقدش. ليه لا ما اعتقدش؟ بص هقول لك يا اسلام، اولا يا ريت يا كابتن نشترك كلنا يعني قوه الفرقه اللي بنتكلم يعني قوه الفرقه اللي قدامك. تاني حاجه اللي بالك انت النهارده معرفش. تاني حاجه قبل بس ما تكمل، انا ما اعرفش انتوا النقطه دي سمعتوها ولا لا. في ناس غايبه من مونتري برضه. لا بالك مونتري عشان هو بيقول مونتري. لا بس مش خمس لعيبه تقريبا. خمس لعيبه هم هيكونوا متواجدين، لكن لا وفيهم هيلعبوا يوم اثنين، هيلعبوا يوم الخميس يعني فجر الخميس. عايز اقول لك ان عندهم هم عدد كبير من اللعيبه. امريكا الجنوبيه عندها قوه وعندها لياقه بدنيه وعندها سرعات عاليه. بتتكلم في نص يعني، هم في التوب فورم بتاعهم قوي كمان، مش بالاجهاد يعني. يعني ايه مش هيفرق خمسه لعيبه؟ لا كمان بص كمان يا اسامه، في نقطه مهمه اعتقد ان انت الاثنين اللي بيشتغلوا لك في عمليه الاستحواذ المهمين جدا الاثنين في المنتخب. أيوة. الاثنين الاساسيين السولية وحمدي فتحي. الاثنين اللي بيقوموا بالدور الجيد ده خاصه السولية. انت حمدي فتحي بيبتدي عمليه التحضير من تحت، السولية هو اللعيب اللي بتعتمد عليه في الثرو باسز، اللعيب البديل لرقم 10 هو السولية عندك. مش يعني احيانا كثيره جدا بتعتمد عليه بجوار مجدي قفشه. النهارده هو مش موجود وحمدي فتحي مش موجود. عشان كده انا بقول ايه، انك انت في الماتش ده ممكن تعتمد بس على الكاونتر اتاك، الهجمات المرتده السريعه. بس ليه انت طاهر محمد طاهر ليه انتوا في كلامكم انت والكابتن عادل لاغين حته مثلا الشق الهجومي للاطراف او شغل الاطراف؟ هل الاطراف هيبقى الشغل الشاغل ليها مثلا الجانب الدفاعي فقط؟ لا مش هيبقى الجانب الدفاعي فقط لا غير. يا كابتن ايمن يعني انت بتشتغل كوحده في الملعب. بتشتغل ممكن تشتغل في بعض الاوقات انك تبني هجمه برضه يبقى في نسبه استحواذ، ده وضع طبيعي. لكن هل انت بتبني على الكلام ده؟ هو ده اللي انا عايز اقوله. الفرق ما بين ان انت هتشتغل الاطراف طول المباراه وانك بتشتغل رد فعل، ده حاجات يعني انت بتبني عليها افكارك. انت بس بتبني على انك هتشتغل على هجمه مرتده سريعه، لكن في وقت من الاوقات هتشتغل انك بتبني هجمه، ده وضع طبيعي. اطرافك بص يا كابتن، في حاجه مهمه دائما، التيم الجيد الكبير زي النادي الاهلي اللي طول الوقت واخد على الحته الهجوميه. ايوه النادي حلوة اللي بيبقى دي. طول الوقت واخد على الحته الهجوميه، ما ده اللي انا بتكلم فيه، وكله بيدافع قدامه. لما بيغير، لما لعبنا الباير، لما جينا نلعب الباير كانش لينا شكل جيد هجومي، ما بيبقاش عندنا الحته بتاعت انت طول الوقت بتدافع بتدافع، فما بتعرفش تعمل الحته الهجمه المرتده. اوكي انت علشان النجوم اللي كانوا بيلعبوا لان هم طول الوقت واخدين على اللعب ده. اوكي حاجه الثانيه المهمه، المدرب احيانا في وسط الملعب مثلا لما بيخلي عمرو السوليه
يقدر يعمل الحته الهجوميه 40-50%. اوكي. بيخلي حمدي فتحي بيعمل ال 70-80% دفاع. اوكي. فده قوي في الحته الدفاعيه فبيعوض السوليه في الحته الدفاعيه. لكن لما بتلاقي لعيب اقل شويه منه استمراريه ولعب وخبره. اوكي. فانت عايز الاثنين يعملوا الواجب الدفاعي عشان يدوك النسبه اللي انت عايزها في الدفاع. أوكي. اما الحته الهجوميه والاطراف اللي الكابتن ايمن اتكلم عليها. انت لما تيجي تتكلم على اطراف يبقى انت عايز حد في وسط الملعب كويس يسد وراهم. مظبوط. وبما اننا بنتكلم على الاطراف بس عشان دي مهمه كابتن ايمن خلينا نرجع الامارات مره ثانيه لانه عندنا حسين الشحات كان من شويه يعني هو اللي احنا مستضيفينه. مظبوط. هو النهارده دلوقتي معانا حاجه فاني كده يعني حسين الشحات هو اللي مستضيف لعيبه النادي الاهلي من خلال وجودهم في الطياره. لو جاهز يا سمير؟ جاهزين. طب يلا خلينا نطلع نشوف حسين الشحات في دور المذيع على شاشة قناة الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا يعني بنرحب بكم كلكم طبعا على الطياره اللي مسافره الامارات العزيزه لبطوله كاس العالم وان شاء الله نرجع موفقين. اولا طبعا يعني تحياتي الكابتن اسلام الشاطر وسلام للفاروق وكريم على اصابتهم وان شاء الله يرجعوا بالسلامه. وطبعا ان شاء الله نعمل شويه لقاءات كده حلوين لقناه نادي الاهلي وموقع نادي الاهلي فهنعمل حبه لقاءات كده يا رب يعجبكم ان شاء الله. يا اشرف تحب تقول ايه في اول كاس عالم ليك؟ طبعا ده فخر ليا وفخر الاهلي وانا مبسوط جدا في السفاره دي وان شاء الله نعمل بطوله كويسه. حبيبي شكرا. يعني زياد طارق طبعا مستقبل نادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله النجم الصاعد يعني ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله تبقى جناح لنادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره الجايه. صيادتك يا عم. تحب تقول ايه يا حبيبي في اول كاس عالم ليك؟ والله مبسوط جدا واتمنى من ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه وربنا يوفقنا ان شاء الله. اكرمك في اول مشاركه ليك في كاس العالم ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن حسين. خلي بالك عشان هداف كاس العالم. ها حبيبي يا كابتن. من ساعه ما طلع في الطياره احنا لسه ما كملناش ساعه ونايم. كابتن ياسر ابراهيم انا المذيع الفتره الجايه بتاع القناه ما فيش مذيعين معانا عشان كلهم كورونا. كابتن ياسر ابراهيم تاني مشاركه ليك في كاس العالم تحب تقول ايه ويعني في ظل الاصابات والحاجه اللي موجوده في نادي الاهلي وطبعا نادي الاهلي انت عارف اي حد موجود بيبقى فرقه قويه النادي الاهلي يعني تحب تقول ايه يا كابتن؟ والله كابتن حسين انا عايز اقول لك طبعا الحمد لله على مشاركتنا تاني مره على التوالي فدي حاجه كويسه لنا كنادي اهلي طبعا ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. لا النادي الاهلي بمن حضر طبعا الناس دي هتفرق معانا كلهم لعيبه كبيره ويفرقوا معانا ربنا يكرمهم في المنتخب يا رب كده ويرجعوا بالبطوله. بس ان شاء الله الرجاله اللي موجوده هنا كلهم على قلب راجل واحد وكلهم يقدروا يسدوا ان شاء الله. حبيبي يا كابتن حسين ان شاء الله ربنا خش على كابتن حسام ويعني اول مشاركه ليه بس هو اصابه بس ان شاء الله يلحق كده ان شاء الله معانا في الماتشات اللي بعدها ان شاء الله. تحب تقول يا كابتن حسام في اول مشاركه ليك في كاس العالم؟ حبيبي يا سحس والله انت منور يا حبيب قلبي ان شاء الله نعمل حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي وجماهيره وان شاء الله احنا رايحين نلعب على البطوله وان شاء الله نرجع بالكاس ان شاء الله. حبيبي يا سحس تعالوا عبد قادر معانا اهوت بص ما اكلش خالص عبد قادر بصوا على الاكل بتاع عبد قادر عامل ازاي. هرجع لك مصطفى. يعني عبد قادر تحب تقول ايه في اول مشاركه ليك في كاس العالم وتبقى جمهور الاهلي بايه؟ زي ما بقول لهم على طول بس اهم حاجه يبقوا في ظهرنا ان شاء الله ونحاول نقدم لهم حاجه كويسه باذن الله في البطوله دي ونحسن المركز باذن الله يبقى في الاول او ثاني ان شاء الله يعني. ان شاء الله حبيبي عبد قادر ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله. تسلم يا احساس حبيبي. بس انت ما اكلتش ليه؟ ما اكلتش فعلا والله. بص يعني انت ما اكلتش الرز بس الاطباق الثانيه فاضيه. يا سحس احنا كده كسبنا. لا 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 كسبنا لا مذيع على قده لا يطمع. يطمع ولا كل واحد خايف على مكانه. ركز في الملعب احسن. اسمع كلام كابتن ايمن. اسمع ده لسه صغير يلعب له 20 سنه. قدامه 20 سنه كده عبال ما احنا نكون عجزنا وقضينا وكل حاجه. احنا عجزنا بيني وبينك برضه. لا بس هو بس هو هو مذيع. اتكلم عن نفسك يا كابتن. عن نفسي طبعا. حته بس صغيره. اتفضل يا كابتن. الاهلي طول الوقت لما بيغير طريقته المفترض ان الفرق اللي قدامه دايما بيبقى عندها لخبطه شويه. ليه؟ لانه واخد على انه بيهاجم على طول. مظبوط. النادي الاهلي لو استنى كتير
يقدر يعمل حاجه كويسه. كويس، بس انت لما بتغير الدكه برضو يا كابتن، انا بس عايز اقول حاجه قبل ما نتكلم عن النقطه دي، لان النقطه مهمه برضو جدا. سيتم استخدام تقنيه التسلل الالكتروني من خلال هذه البطوله تجربه يعني. بيحصل ايه بقى؟ بيبقى في كاميرات متعلقه طبعا في حتت معينه، زي رادار كده، زي رادار كده بالظبط، تيجي للحكم في خلال نص ثانيه. هيتم تجربه هذه التجربه من خلال بطوله كاس العالم للانديه، واذا نجحت هيتم تعميمها. يعني مفيش اتاحه فرص؟ لا 90%. مفيش كده اتاحه، معرفش بقى هل دي هتبقى، انا ما فهمتش البتاع مكانكم. لو هيصفر، لو هي بالتقنيه دي يبقى اكيد بقى مفيش اتاحه فرص، ان هي قطعا تسلل مظبوط، 100% تسلل. ان هي بتبقى محتاجه طبعا تقنيات كتيره جدا وكاميرات متعلقه في كل حته. اتمنى ان هم كمان الساعه اللي هي بتاعه الكره لما بتتخطى الخط دي لازم، هي دي بيني وبينك احنا عشان احنا دقنا منها، احنا اتلدعنا منها السنه اللي فاتت في ماتش الجيش لو تتذكروا. يمكن عشان كده احنا فاكرينها، لكن برضو موضوع التسلل الالكتروني ده هيبقى نقله كبيره جدا. هيبقى نقله كبيره جدا طبعا طبعا. بس قبل ما يوصل نرجع تاني، قبل ما يوصل هيحصل ايه؟ كمل. لا خلينا نتكلم عن الاهلي. انا اللي قلت يا جماعه والله. لا هيوصل، ما احنا دائما بناخد الحاجه بعديها. خلينا بقول لك، لما قلت مستر موسيماني يغير طريقه، انا برضو كمدير فني لما اجي اغير طريقه ببقى حاطط عيني على حاجتين برضو غير الفرقه الثانيه وفرقتي انا وامكانيات فرقتي. البدائل اللي معايا بره اكيد هحتاجهم، ده اكيد. هل الدكه بتاعت النادي الاهلي ينقصها الكثير في هذه المره؟ انت غايب من عندك اهم لعيبه اساسيين، كويس، فبالتالي بيخش اهم لعيبه احتياطيين، يبقى لازم عيني كمان هتبقى على الدكه. ما لا يعني شوف، تقليل المهام الكتير تسهل على الدكه اللي ما عندهاش خبره، لانك هيكون عندك صغيرين وهيكون عندك لعيبه ما بتلعبش كتير، والخصم مش سهل، فانت لازم هتقلل المهام. دائما لما بتكون شاكك في الامور وعندك صعوبه في حته انك انت مش متمرس وبتلعب كتير، فقلل لي المهام بتاعتي. أي. لانه المدرب احيانا بيدي اللعيب، ما هو ده الفرق ما بين اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياطي. صحيح. المدرب ممكن يدي اللعيب الاساسي 7-8 مهام يعملوا منهم 4. لما باجي احط البديل بتاعه ما يقدرش اديله 8 مهام، اديله 5 فبيعمل لي منهم 2. احنا بس عشان وقتنا بيجري يا كابتن ايمن، بعد اذنك كمان عايزين نسال في موضوع مهم جدا. ايد الخمسه اللعيبه بتوع كاس العالم، سوري بتوع كاس الامم الافريقيه، ولا ما ايدهمش؟ انا عايز اسمع من ايد، لان انت المباراه اللي بعديها عندك اعتقد هتبقى يوم ال، يعني لو صعدت هتبقى الثلاث، لو لا قدر الله اتغلبت هتبقى اعتقد الاربع، يعني الاربع، عشان هتبقى في فرصه عندك ان هم ممكن هيبقى في يومين. بس انا كده مش هقدر استفيد بخمس اماكن، انا بقول لا على الاقل. بس خد بالك، انت رايح كام لعيب؟ انت رايح 23 لعيب اعتقد. هم 23 ما بقول لعيب، هو 23 اللي بيتم قيدهم. ايوه بالظبط، صح بالظبط، 23 اللي بيتم قيدهم، وده يوم ثلاثه، يعني يوم الخميس. يوم الخميس. مظبوط، لازم تحط فهل الله يكون في عونهم برضه. يعني بص احنا قاعدين كل واحد هتلاقي فيه عنده وجهه نظر. عارف يا اسلام المشكله في ايه؟ انا بس هقول لك على حاجه بس في الاول. الفكره كلها، انت لما بتروح تلعب بطوله او ماتش ودي او رسمي بيبقى ليك اهداف فيه، تمام؟ انت تجردت من الاهداف اللي موجوده عندك، انت كنادي اهلي عندك اهداف، هدف سامي، انت السنه اللي فاتت كنت بتلعب على خط ثالث، السنه دي كنا بنامل ان احنا نوصل الفاينل، وده كان حق مشروع بالنسبه لنا، لكن انت تجردت من الاهداف بتاعتك مرغما، خد بالك غصب عنك برضه عشان الكلام يبقى واضح للناس. يعني انت النهارده طبعا بعدم وجود، يعني انت النهارده لو انا اسف، لو قوة ضاربة. لما ميسي كان بيمشي بيغيب من برشلونه كان بيأثر عليه، ده وضع طبيعي، تمام؟ النهارده كريستيانو لما بيغيب من مانشستر، وده مانشستر بيأثر، صلاح لما وماني لما بيغيبوا من، صحيح. الموضوع صعب جدا، تخيل انت مثلا كنادي اهلي بيغيب منك 7 لعيبه كبار. لا ده 7 لعيبه غير المصابين. طبعا، يعني لا ده غير بدر بانون، غير الشناوي، طبعا اكرم. انا بشوف الدكه يا كابتن. ايوه، ما انا بقول لك طبعا. يبقى وضع طبيعي ان انت هتتجرد من الاهداف بتاعتك غصب عنك. عشان كده التصريح بتاع كابتن محمود الخطيب في محله جدا جدا جدا، ان انت مزبوط. رايح عشان خاطر مصر، يعني طبيعي جدا تعتذر، طبيعي جدا. انا صحيح. النهارده وعدت من قبل الاتحاد ان انت هتلعب فول تيم بكامل نجومك، النهارده انت رايح بتلعب ما عندكش مزبوط. يعني غير مكتمل العناصر، 9 7 غير يعني انا اقدر اقول لك حاجه مهمه قوي. يعني انت بلال تأيدهم،
انا ايدهم انا خمسة. كابتن عادل انا اقول لك ليه ما ايدهمش. اول حاجه انت لازم تعرف ان الضغط اتشال من عليك. خمسة من 23 يعني هيبقوا 18. خلينا ناخدك بقى للنقطه الايجابيه في الامر. بس خلي بالك لا ساعتها ممكن تايدهم عارف ليه؟ بس ممكن يلعبوا الماتش اللي بعده. ممكن يلعب. انا برضو انا كنت على فكره انا كنت زيك ما ايدهمش. بس انا ليا مبرر فضل. عدم وجودهم. اتفضل. هيرجعوا شكلهم ايه؟ انا ممكن ايد الاماكن اللي ما تتعوضش خالص عندي. مش لازم ايدهم كلهم على فكره. لازم ايد منهم. ممكن ايد منهم اتنين. يعني مثلا شريف والسولية. وحمدي فتحي. يعني لا يعني حمدي فتحي لا. محمد عبد المنعم. لا انا اقول لك حاجه. لا انا اقول لك حاجه. هنقعد نقول واحد. لا انا اقول لك حاجه. انا من وجهه نظري منعم يتأيد. منعم. صغير في السن. يقدر يستحمل. حمدي فتحي لا لانه عدى باصابه ممكن ترجع له تاني او هيقعد فتره يتعالج. يبقى السولية افضل. يبقى السولية وشريف. وشريف. الثلاثه شريف عنده يعني قدر من الراحه شويه. صحيح. انه ما لعبش رغم انه مش هيبقى فيه. بس في الـ 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 النقطه اللي قبلها. قول عشان عايز اتكلم في حاجه. طيب. معينه قبل النقطه اللي قبلها عاوز اقولها لكم مهمه قوي. قول سريعا. بس النادي الاهلي اتشال من عليه الضغط. صح. واللعيبه اتشالت من عليها الضغط. ومستر موسيماني ومستر موسيماني اتشال من عليه الضغط. وخدها بالايجابيه دي. أي. ودي احيانا بتبقى احنا ما بنحبش الغلبه حتى لو لعبنا بناشئين عاوزين نكسب. صح. صح. لكن اتشال من علينا الضغط. خلي بقى. اتشال من عليك الضغط تمام. انا بقول احنا فضلنا بلدنا وده لا احنا مش فضلنا بلدنا ده يا كابتن. لا هي كده طبعا. ايوه مفيش حاجه اسمها احنا. لا ما هو الاهلي يا كابتن ده الطبيعي. لا ما هو ما في نقطه يعني بس عشان ما حدش ياخد كلمه. لا لكن ده الطبيعي المقصود. طول الوقت انت بتفضل بلدك طبعا على نفسك طبعا وعلى اي حاجه طبعا. فهي تتقال كده انك انت بتفضل بلدك فقط. لك. بما اننا بنتكلم عن الوطنيه والبلد يا كابتن والمدير الفني بعد ما تشين كوت ديفوار والمغرب مش ملاحظ ان البعض او الغالبيه بتنسب الفضل بس للعيبه المنتخب مصر الروح العاليه الحماس المهارات الفرديه لبعض اللاعبين ومنهم صلاح وتجاهلوا تماما دور المدير الفني مستر كروش. بص يا كابتن انا وجهه نظري في النقطه دي ومعرفش كابتن عادل وكابتن بلال يعني احنا انتقدناه كتير قبل كده جدا ولكن لازم يشدي لما يعمل حاجه كويسه. بص يا كابتن اهم ما يميز فريق كوت ديفوار ايه؟ الاطراف. مظبوط ولا انا بقول حاجه غلط؟ الاطراف. مين اللي قفل على الاطراف بطريقه معينه تخلي ان النني كان بيميل دايما ورا صلاح لو تفتكروا المباراه طبعا وكانت افضل مباراه للنني كانت افضل مباراه للنني وخد فيها افضل لاعب والناحيه الثانيه عمرو السوليه وبينهم حمدي فتحي هو كيروش صح. هو لكيروش اللي اصر ان حمدي فتحي هو اللي يبدا هذه المباراه على الرغم ان هو دايما كان بيبدا عبد الله السعيد في الثلاث مباريات الاخرى وبالتالي ده وجهه نظري ان ده فكر مدرب يا بلال صح. غير اداء منتخبنا ده كمان ماتش المغرب عمله عشان اشرف حكيمي انا بتكلم عشان ده كان واضح جدا في ايمن اشرف صح بالظبط بس يمكن عشان ارتكب الغلطه الاولانيه وضربه الجزاء فده اثر شويه ولكن انا بتكلم ده الماتش التكتيكي المثالي بالنسبه لكارلوس كيروش انا بالنسبه لي كوت ديفوار اللي هو كوت ديفوار بس انا اقول لك حاجه اتفضل انا بحييه على حاجه مهمه قوي انه ما ألفش بس خلاص خلاص يبقى عمل شغل لا لحظه طب انا اقول لك احنا قدامنا دقيقتين لانه ما الفش ده رقم واحد لانه كان كل ماتش يالف احنا مش في الاستوديو التحليلي يا جنان ولانه كل ماتش كان بيالف هو ما الفش ولعب السهل اوكي ومحمد صلاح هيبقى مدرب كويس وشكرا محمد صلاح هو قصده حاجه ثانيه لا مش ممكن محمد صلاح هيبقى مدرب كويس هو قصده حاجه ثانيه هو وجهه نظر انا عارف لا انت عارف هو قال ليه كده لا ما قلتش انا بحب محمد صلاح كلنا بنحب محمد جدا وان شاء الله يبقى مدرب عظيم بلال رايك رايي طبعا ان هو اجاد في مباراه كوت ديفوار واجاد جدا في مباراه المغرب التغيير كمان بتاع حجازي وان ينزل مكانه تريزيجيه تغييره جيده من المدير الفني تنم ان هو يعني عايش جوه الجيم غير قبل كده وخلي بالك يا كابتن هو بره برضه في الماتش نفسه في احداث الماتش نفسه مر بظروف صعبه جدا طبعا الاصابات طبعًا. وبعدين كمان بنالتي ابو جبل تغيير حارس مرمى والحارس طبعا وكان عنده طبعًا. رؤيه كويسه في حته لما تهاجم لما خد اربع حراس مرمى طبعا كلنا هاجمناه طبعا ولكن هو لا بص هو كنت عايز ياخد خمسه كابتن عادل
كابتن عادل ما هجموش، كابتن عادل ده في وسط ده طلع معايا ومعاك ومع بلال ومع المصورين ومع الناس كلها كلنا. ما بحبش المدرب اللي يستخف بعقول الناس. الراجل ماشي كويس يا كابتن عادل. طب يا كابتن عادل خلينا انا بكلمك على خلينا نعمل الشيفت. بس هو بقى كويس ما شاء الله وبقى تمام الحمد لله. ربنا يكرمه الحمد لله. خلينا نعمل طالما بص احنا عندنا بنغير راينا في ثلاث ثواني. اصله احنا عاطفيين. لا كابتن مش بنغير، احنا بنحلل كل ماتش بماتش يا كابتن. يعني هو بالظبط كده اجت في كوت ديفوار قلنا برافو، اجت في المغرب قلنا برافو، كان وحش وسيء في نيجيريا قلنا انت وحش. ما في ماتش احنا مش بنقيمه كبطوله العربيه او التصفيات. ما في ماتش لعبه من اول البطوله العربيه او التصفيات الا كان عنده تاليفه ولا اثنين ولا ثلاثه. الماتش من اول كوت ديفوار لما وصلنا الماتشين دول من اللي لعب بعقلانيه ولعب باللعيبه الكويسه اللي هي تقدر تنافس لعيبه افريقيا. صحيح. طيب اخيرا بلال، يعني احنا قدامنا دقيقتين ثلاثه بالظبط علشان ننهي اولى حلقات الاهلي في المونديال. الاهلي في المونديال ده طبيعي، ده اللي احنا بنسمعه، الكلمه دي بنسمعها وعندنا مونديال يعني، فدايما بيكون عندنا مونديال. طيب يا رب دايما، يا رب دايما ويا رب كل سنه. لكن لو كلمه عايز تقولها لموسيماني ولاعيبه نادي الاهلي من خلال وجودك في شاشه قناه الاهلي، بتقول لهم ايه وبتقول للجمهور الاهلي ايه برضو في ظل ان الجمهور الحقيقه ابتدى يبقى واعي ان احنا عندنا مشاكل ولكن عايزين نكسب؟ بص يعني انا طبعا بقول لمستر موسيماني يعني كان الله في العون. المدير الفني لما يروح بطوله كبيره جدا كل الجمهور بتاع يعني كل جمهور النادي الاهلي بيتكلم عليها من بدايه من قبلها بشهر وما زال الى الان بيتكلم عن البطوله، يا ترى اللعيبه هتنضم مش هتنضم. اذا المدير الفني كمان لازم اكيد عايش في حيره كبيره جدا وعايش في قلق، لان هو كمان عارف انه رايح بيحمل اسم النادي الاهلي. تمام بيحمل اسم النادي الاهلي، ده معناه ان انت مش رايح هناك عشان تتغلب 5-6 و7 وترجع القاهره تاني ما حدش هيسمي عليك باي حال من الاحوال. طبعا الماتشات الوديه لها قيمه عند جمهور النادي الاهلي. عشان كده بقول مستر موسيماني كان الله فرعون لابد ان هو يجهز الفرقه معنويا بشكل كبير جدا 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 عشان تبقى لعيبه عندها روح قتاليه عاليه جدا، ومعروف على لعيبه النادي الاهلي ان هي عندها روح قتاليه عاليه جدا. بتمنى له ان التوفيق في اختياراته، التوفيق للطريقه المناسبه، يقرا فرقه مونتيري بشكل كويس جدا. هو بيدرب طبعا هو بيدرب النادي الاهلي، لابد ان احنا نخرج شكلنا جيد في المباراه ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان لعيبه النادي الاهلي ناقصه، عارف ان عنده كم كبير من اللعيبه ناقصه، اكيد مش هيحط ضغط على لعيبه النادي الاهلي ولا حتى على مدرب النادي الاهلي. يعني يتقبل النتائج، يتقبل النتائج بشكل كبير. اتفضل يا كابتن ايمن. خليني اتكلم عن الجمهور، اقول للجمهور حاجه مهمه. اتفضل. يعني الكابتن بلال اتكلم على مستر موسيماني وعلى اللاعبين وعلى الكوره، لكن انا بقول لجمهور النادي الاهلي لازم تبقى فخور بفرقتك. احنا كل سنه الحمد لله، يعني السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها كنا في المونديال في الثالث، لكن احنا وصلنا وبنلعب باسم مصر برضو، والنادي الاهلي طول عمره بيشرف وهيشرفك ان شاء الله. لازم تبقى في ظهره. صحيح. مع اي نتيجه طول عمرنا كابتن، جماهير النادي الاهلي العظيمه في ظهرنا. لا ولازم بتراعي الظروف، واحنا يجب علينا ان احنا نقول لهم ان الظروف صعبه طبعا. لان جمهور النادي الاهلي حتى لو لعبت لا لان دي الحقيقه يا كابتن. لا لانك صحيح. لو لعبت بلعيبه صغيره طيب. جمهور النادي الاهلي بيزعل منك انه بيخسر، فانا بقول له ان المهمه صعبه جدا. صحيح. فخلي بالك من فرقتك، هنساندهم في كل وقت، وحتى بعد البطوله هنساندهم. لو جابوا لك الكاس هتساندهم، واجب علينا كلنا. ولو حصل اي موقف، لان الموقف صعب. لازم نتكلم، احنا بنتكلم على لعيبه يعني بفرق قويه جدا، والنادي الاهلي رايح ناقص 7 لعيبه، وغير انه ناقص 7 لعيبه كان في كمان. هو مش 7 يا كابتن، هو ممكن يكون اكتر. معلش ممكن نعدهم 7 منتخب. معلش ممكن نعدهم. شناوي لا اعدهم كلهم. شناوي، اكرم، بدر بنون، ايمن اشرف، عمرو السلية، شريف، حمدي فتحي، شريف، محمد عبد المنعم، محمد شريف، 8 فاضل 1 تيالي. لا هم يعني هم 8 غير المصابين، قصدي غير المصابين يعني دول 8 بالمصابين، مصابين بالمنتخب. لا انت كان عندك ديانج، غير صلاح محسن، كان عندك ديانج بره، وكان عندك بيرسيتاو بس موجود ما اعرفش. فهو ده اللي احنا بنتكلم، الموضوع صعب جدا. يعني انا مش بحبط الناس ولا اي حاجه، لا النادي الاهلي يكون انه بيشارك، احنا بنشارك علشان اسم مصر. صحيح. وان احنا لازم نشارك، واحنا مسؤولين دائما ان احنا نرفع اسم مصر عليا طبعا. يعني طب ايه رايك كابتن اسلام، نشكر وخلاص ولا ايه؟ زي ما انت عايز، انت صاحب القرار مش انا.
وقت يا كابتن عادل. لا عندك اقوال اخرى؟ خلاص لا خلاص لا خلاص يعني فيعني طيب انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن بلال نورتونا وشرفتونا كالعاده الحقيقه في اول حلقه في الاهلي في المونديال. طبعا الكابتن ايمن ده صاحب البيت ما نقدرش وكبرنا يعني بارك لكم على اللي جاي جاي كتير مش جاي يعني فمش هقدر اشكره يعني بالعكس ده احنا نشكركم احنا اللي شرفنا شاكرين يا كابتن ايمن شكرا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه هي الحلقه الاولى من الاهلي في المونديال. كل يوم هنكون مع حضراتكم كل يوم من الساعه 10 لغايه بقى لما ربنا يأذن. طب احنا كده خلصنا كابتن ايمن؟ خلصنا للاسف. لا ما خلصناش ليه؟ في حاجه ثانيه عندنا ليه. عندنا برضو عندنا نجمين طبعا صح. نجمين من النجوم اللي موجوده في قناه الاهلي هيكملوا بقى كل ما يخص السوشيال ميديا وكل ما يخص امور النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي وكل اخبارها وكل حاجه تخص النادي الاهلي من خلال محمد فارس واحمد اسامه الاثنين الحقيقه هيكونوا مع حضراتكم بعد قليل. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنروح بقى ل اسلمهم كمان ده ايه الهنا اللي احنا فينا النهارده جميل. النهارده عاملين اعجاز منورنا والله النهارده والله نور حضراتكم يا كباتن. استمتعنا بكابتن اسلام كابتن ايمن وطبعا كابتن عادل وكابتن احمد بلال. احنا محتاجينكم تروحوا كاس العالم للانديه تلعبوا مكان الناس دي تعوضوا النقص يعني تقدروا تعوضوا النقص ده بشكل كبير جدا. منورنا دايما ربنا يخليك شرفتونا ونورتونا يا كباتن. هنسيب حضراتكم دلوقتي مع نجمين محمد فارس واحمد اسامه هيكملوا مع حضراتكم بقيه هذه التغطيه المتميزه والحصريه على شاشه قناه الاهلي. انتظرونا بعد الفاصل واخبار مهمه جدا في الاهلي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الحلقه الاولى من الاهلي في المونديال. اهلا بك فارس. اهلا بك يا اسامه. والاهلي في المونديال كلنا امال باذن الله. ولكن النهارده تقريبا خلاص بقينا يوم 2 فبراير ولكن نعتبر لسه 1 فبراير والذكرى العشرة لشهداء النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي النهارده كان او مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بقياده الكابتن محمود الخطيب فارس كان بيحيي الذكرى العشرة لشهداء النادي الاهلي. طبعا ربنا يغفر ليهم ويرحمهم ويرزق اهلهم او يلهم اهلهم الصبر والسلوان. ربنا يرحمهم. ودايما بقول قد يقتل الحزن من احبابه بعدوا فكيف بمن احبابه فقدوا. ربنا يرحمهم وهم في الجنه شهداء في القلوب وأحياء دايما 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 في قلوبنا وبنحيي ذكراهم ومحدش قدم للنادي الأهلي اللي قدموه. أكيد طبعا جماهير النادي الأهلي هي الداعم الأول وهي أساس في كل نجاح أو إنجاز بيصل إليه كيان النادي الأهلي. حتى لو كانت دي نقطة معتمة في تاريخ الرياضة المصرية ستبقوا أنتم إن شاء الله نحسبكم شهداء النقطة المضيئة في تاريخ النادي الأهلي. طبعا عندنا فقرات كتير والأهلي في المونديال ولكن كان في تضارب بين فكرة المواعيد الأهلي في المونديال أو النادي الأهلي وبطولة كأس العالم للأندية اللي طبعا لما نقول النادي الأهلي المصري الحصري النادي الأهلي فقط لا غير هو اللي شارك في بطولة كأس العالم للأندية من مصر. ولكن تضارب المواعيد مع كأس أمم أفريقيا كان يلزمها بيان نزل النهاردة فارس من مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى لسان الكابتن محمود الخطيب يوضح فكرة الاستعداد والاستقبال الحار من قبل الإماراتيين هناك كالعادة وكمان فكرة أن مصر أولا قبل أي شيء. بيان النادي الأهلي كان بيتكلم في عدد من النقاط من ضمنها أكيد الإشادة بدولة الإمارات الشقيقة ومجهوداتها لإخراج هذا الحدث بأكبر شكل ممكن وهي دايما بتعتني بالنادي الأهلي تحديدا وبتديه قدره. وكان كمان كلام عن تفضيل مصلحة منتخب مصر. أنا عايز أقول حاجة الناس البعض بينسى كان في كده في فترة الكلام عن وجود تفاوض هيحصل ما بين المنتخب يسيب بعض اللعيبة النادي الأهلي ياخد بعض اللعيبة ولكن النادي الأهلي زي ما قال فضل المصلحة الوطنية. وأنا حابب أقول حاجة
كنت انتظر من اتحاد الكره ان بعد بيان النادي الاهلي بالظبط بعده يصدر بيان على اتحاد الكره على صفحته الرسميه بيشكر ويثني على النادي الاهلي ومجهوداته في دعم المنتخبات الوطنيه على مر التاريخ منذ تاسيس الكره المصريه. وكنت اتمنى ان ده على الاقل اللي كان يتعمل، لان النادي الاهلي يستحق في هذه اللحظات هذا التقدير المعنوي والادبي على الاقل. والله يا فارس يعني ليس كل ما يعرف يقال. دي كانت ردود اتحاد الكره السابق برئاسه المهندس احمد مجاهد. حاليا احنا في بطوله مهمه جدا، كاس العالم للانديه، وايضا منتخب مصر في بطوله مهمه جدا، وكلنا خلف منتخب مصر ان شاء الله في مباراه مصر والكاميرون الخميس القادم باذن الله. وبالتاكيد انا من وجهه نظري بشوف ان وجود لاعبي النادي الاهلي مع منتخب مصر ده اكيد على مدار التاريخ بيثقل من قيمه منتخب مصر فيه من جانب البطولات. طبعا قيمه منتخب مصر دائما محفوظه، ولكن البطولات دائما وابدا بيكون عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي بيكونوا مساهمين فيها. واخر بطولات 2006 و2008 و2010 حضراتكم عارفين كويس قوي اسكواد منتخب مصر كان بيتكون من ايه. وبما اننا اتكلمنا عن منتخب مصر وطبعا بنبارك الفوز على المغرب، هيبقى عندنا كلام اكيد عن الفوز على المغرب والتوقعات والحاجات اللي بنشعبط فيها في المواجهات دي انا وفارس. ودايما هو بيقول انت بتلعب على الكعب العالي، خليها ماشيه معانا الكعب العالي. لكن انا عندي صوره مهمه جدا من وجهه نظري للاعبي النادي الاهلي، صوره لعمرو السوليه واحنا بنلعب امام منتخب المغرب وبنحقق التعادل، وعمرو السوليه رايح داخل مرمى منتخب المغرب زي ما حضراتكم شايفين يجيب الكره وراجع على وسط الملعب. طيب الصوره دي ما بتفكركوش بموقف اخر للاعب اخر من النادي الاهلي وايضا متواجد في منتخب مصر، ولكن كانت في مباراه اخرى للنادي الاهلي وهي مباراه الاهلي والرجاء في البيضاوي المغربي في السوبر الافريقي، وكان هدف طاهر التعادل في الدقيقه 89 الكل بيحتفل الا لاعب واحد فقط لغير اسمه حمدي فتحي. حمدي فتحي نفس الموقف بتاع عمرو السوليه في الصوره اللي بعدها هتلاقيه رايح نفس الكلام، كله بيحتفل الا حمدي فتحي رايح يجيب الكره من داخل الشباك. وده اتكرر ايضا في تعادل لما كنا بنلعب في قطاع الناشئين او بقطاع الناشئين في كاس الرابطه امام الاهلي والاسماعيلي، كان احمد اشرف لاعب رقم 39 كان ايضا بالتعادل مع الاسماعيلي كان بيدخل داخل الشبكه ويجيب الكره. هي دي روح الفانيله الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها، هو ده لاعبي النادي الاهلي اللي دائما وابدا بيلعبوا على الفوز لاخر ثانيه في المباراه ولا يكتفوا ابدا بالتعادل. فكنا حابين يا فارس نستعرض الصورتين دول، بالتاكيد سمه في لاعبي النادي الاهلي روح الفن الحمر، جينات موجوده في النادي الاهلي. ويمكن بفتكر هنا كابتن زكريا ناصف وكلمه اهلولوجي، وكان النادي الاهلي علم من العلوم، لان فعلا النادي الاهلي عنده موروثاته وعنده افكاره وعنده شخصيه اللاعبين اللي بتتكون جواه. ونتمنى دايما نشوف كل اللاعبين بشخصيه النادي الاهلي، واكيد نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. كنا توقعنا الفوز على المغرب، وكمان بنتوقع ان شاء الله الفوز على الكاميرون لو كانت الظروف مواتيه ولو تجنبنا ما نخشاه من بكاري جسامة. وان شاء الله لو الامور فنيه منتخب الكاميرون ما واجهش في هذه البطوله اي مباراه انا بشوف ان كان في فريق بينافسه فيها هو اعلى منه فنيا، فيمكن ده اللي سهل مهمه الكاميرون. ولكن جاء لمنتخب مصر اللي ذكريات الكاميرون معاه ليست بافضل حال، ونتمنى استمرار هذه الذكريات. بما ان اسامه بيحب فكره الكعب العالي والذكريات، فانا لا شايف المره دي فنيا وحتى على المستوى التاريخي احنا داخلين متسلحين بكل الاسلحه اللي تخلينا لو الامور عادله ان شاء الله نكتب فوز مهم جدا. انا عجبني جدا لما شفت فيديو ايتو طبعا اسطوره الكاميرون رئيس الاتحاد الكاميروني وهو بيتكلم مع لاعبي منتخب الكاميرون وبيقول لهم ان لازم نلعب بعقليه يوم الخميس، لان كل ما صنعتوه متوقف على مباراه يوم الخميس. البعض شاف وعقب على كلمه الحرب الحرب، وعجبني جدا الحديث بتاع البرتغالي كروش وهو بيرد على ايتو. انا بحب جدا فكره البرتغاليين في لعب الجيم ده بشكل او باخر، فكروش رد عليه قال له الحرب هي انك تحافظ على امن وسلامه الجميع بدون، طبعا بيشير لواقعه الاستاد الاولمبي اللي طبعا كان فيه تدافع وفي بعض المفقودين يعني ربنا يغفر لهم ويرحمهم. ولكن في النهايه كان الصراع ده، انا بروح لحته ثانيه خالص، ان ايتو هو بيتكلم من وجهه نظري هو خايف يتجرع وهو مسؤول كأس الهزيمة اللي تجرعه عديدا وهو لاعب. دي مش طريقة او بادي لانجوج بتاع حد واثق ابدا، هي دي الحرب، دي الحرب.
فكرة الحماس ده هو قلقان جدا من منتخب مصر، عايزين نكون على مستوى والقلق ده اللي عند المنافس وهو بيلعب على أرضه وسط 48 ألف متفرج. الاستاد طبعا 69 ألف متفرج، ولكن 80% المفترض أن هم يحضروا، فيكون منتخب مصر قادر على هزيمة منتخب الكاميرون ويتلقى أو يتجرع إتو كأس الهزيمة، وهو مسؤول كما تجرعه مرارا وتكرارا وهو لاعب. وإن شاء الله أنا متفائل وبأكد تاني سيناريو 98، يمكن اتكلمت مع بوركينا فاسو أو 98 وما حصل في كوتيفوار حصل في دور الستاشر وقلنا هنفوز بركلات ترجيح والحمد لله عدت على خير. اتكلمنا عن المغرب وفي نفس السيناريو بتفوز 2-1 وقلنا هنتشعبط في 2017 و86. المباريات الإقصائية دايما لصالح منتخب مصر. المرة دي بنقول لكم نرجع تاني لسيناريو 98 ومواجهة صاحب الأرض في الدور نصف النهائي، زي ما كان بيقول الله يا حازم الله يا حسام الكابتن أحمد شوبير في نصف نهائي 98. نتمنى بإذن الله الله يا صلاح الله يا تريزيجيه الله يا أي لاعب إن شاء الله في منتخب مصر يصعد بمنتخب مصر للمباراة النهائية إن شاء الله. سؤال عشان أنت بتعبس في ذكرياتي، هي كانت الله يا حازم الله يا حسام ولا يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام؟ يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام. بس كده، ونتمنى إن شاء الله الله يا حازم والله يا حسام نتمنى تتكرر مع منتخبنا بإذن الله. ولكن بمناسبة حديث أسامة عن الذكريات وعن إحساس المنتخب، عايزين كمان نربط ده بالمنتخب والأهلي. كان شعور المعلق الجزائري وليد فرحاني اللي أحدث حالة كبيرة جدا شفناها في الفترة الأخيرة، وأنا اتكلمت سبحان الله قبل ما أسمع المعلق ده أو المباراة ما تحصل، قلت في مشاعر كبيرة جدا حصل عندنا، وشفنا مشاعر عظيمة جدا من الأشقاء في الجزائر، وكان كتير جدا من المصريين بيتابعوا مباريات المنتخب على القنوات الجزائرية، وأكيد كان حالة محتاجين تسمعوها عشان خاطر تحسوا معانا اللي احنا بنقوله. نشوف الفيديو. ومن يتقدم هو إيريك بيلي من جانب المنتخب الإيفواري. أنت تلعب في الدفاع يا بايلي، صدها بشكل رائع، قلنا أنك تلعب في الدفاع، وركلات الترجيح للمهاجمين، وأبو جبل كان مميزا وكان متألقا وصد الكرة بشكل رائع يمنح الأمان والضمان للمنتخب المصري. الأمال كلها على محمد صلاح من أجل منح تأشيرة التأهل والصعود إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا. ركز يا محمد، ركز يا صلاح، تحدثت عن الجماهير المصرية وقلت وجب أن تساندنا. محمد صلاح مفتاح النجاح، محمد صلاح يضع المنتخب المصري في الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا. هذه مشاعر حينما تخرج من القلب تصل للقلب، ووليد فرحاني كان يتحدث من القلب يا أسامة. بالتأكيد رسالة حب من كل شعب مصر، هنكون احنا بننيب عنهم من داخل قناة النادي الأهلي للمعلق الجزائري اللي بيمثل شريحة كبيرة جدا من شعب الجزائر اللي كان حقيقي سعيد جدا لفوز منتخب مصر سواء على كوتيفوار أو استمرار الفوز إن شاء الله والوصول بإذن الله للمباراة النهائية. حابين نشكر معلقنا المعلق الجزائري المحبوب الأستاذ وليد فرحاني، أهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. أولا ألف شكر على الحماس اللي احنا لاحظناه، أكن واحد بجد فعلا مصري هو اللي بيعقب على المباراة، فحابين نوجه لحضرتك الشكر أولا. لا شكر على واجب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير زميلي أحمد أسامة، وحي كابتن محمد فارس وكل متتبعي برنامج الأهلي في المونديال عبر قناة الأهلي، تحياتي لكم جميعا، وسعيد جدا بالتواصل والتواجد معكم اليوم. احنا سعداء أكتر أكيد. بالتأكيد يشرفنا طبعا. حابين بقى نسألك شوية كده عن كرة القدم المصرية، ونربط الأمر بين كرة القدم المصرية ووجود الأهلي في المونديال ولقاءات الأهلي مع الأندية الجزائرية، واللقاءات اللي انت ممكن من وجهة نظرك في الذاكرة دايما عندك في مباريات أو لقاءات جمعت بين الأهلي وأي نادي جزائري، انت عندك مباراة زي دي في الذاكرة حابب تتكلم عنها؟ اولا خلينا نحيي الجماهير المصريه الشقيقه والشعب المصري العزيز من خلال كل رسائل الود، رسائل الحب التي وصلتني في الاونه الاخيره عندما علقت، وكان حصل لي شرف التعليق على مباراه المنتخب المصري والمنتخب الايفواري، صراحه كنت سعيد جدا لذلك. التفاعل كان عفوي وبصدق وبحب ايضا لمنتخب
عربي مصري لطالما أبدع وأمتع وقدم أجمل ما يمكن للعين أن تراه على مستوى الساحرة المستديرة سواء في المحافل العالمية وحتى في المحافل أيضا الإفريقية. فكنت سعيد جدا ولي الشرف دائما مثل ما قلت مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمنتخب المصري الذي يقدم واحدة من أحسن ربما البطولات على الصعيد الإفريقي. المنتخب المصري كان عودنا دائما بتتويجات رائعة ونتمنى له إن شاء الله هذا اللقب وكل حب وود للجماهير المصرية. بخصوص سؤالك أنا أتذكر جيدا ربما واحدة من المباريات الرائعة التي بقيت محفورة في الذهن ذكر مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل سنة 2010 باستاد القاهرة موقعة الذهاب. مباراة كانت في غاية الإثارة وكانت ممتعة انتهت بهدف مقابل هدف. تذكر أحمد ندي ناجي جد هو من سجل الهدف الأول للأهلي وبعدها جاء هدف التعادل أيضا من سعد التجار كان واحد من أجمل الأهداف. ونتذكر أيضا مباراة الأهلي المصري ضد وفاق صيف كأس السوبر هنا بالبوليدة بالجزائر مباراة أيضا كانت رائعة احتكم من خلالها الفريقين إلى ركلات الترجيح فكانت واحدة أيضا من أجمل المباريات التي استمتعت بمشاهدتها. طيب عايزين بقى بما ان احنا الاهلي في المونديال وطبعا مشاعرك الجميلة تجاه مصر بنقدرها وبنثني عليها وهكذا عهدنا بالاشقاء في الجزائر ونبادلكم نفس المشاعر والله، ولكن السؤال بقى فيما يخص الاهلي في المونديال، تفتكر ايه من المباريات والاهلي مقبل على تحدي صعب جدا وسط ظروف ولاعيبه بيفقدها، تفتكر ايه للاهلي في المونديال على مدار مشاركاته اللي هي الاكثر في تاريخ افريقيا؟ طبعا الأهلي مقبل على مباراة مهمة جدا أمام مونتيري المكسيكي ذلك سيكون يوم الثالث من فبراير المقبل. مباراة ستكون صعبة ونعرف دائما أيضا المباريات الافتتاحية تكون معقدة وصعبة على الأهلي المصري ونحن نعرف أيضا بأنه فيه غيابات على مستوى النادي الأهلي في هذه المباراة. نتحدث على محمد الشناوي حارس بقيمة كبيرة، أيمن أشرف، عمر السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، يعني أسماء راح تؤثر بشكل أو بآخر على النادي الأهلي وهو يواجه منتخب مكسيكي قوي سبق له أن فاز على الأهلي المصري في صاحب مركز ثالث في مونديال الأندية. فبالتالي نتمنى هذه الغيابات لا تؤثر على النادي الأهلي ليبقى عنده أسماء أيضا مميزة. تتحدث على وليد سليمان، آلو ديانج، طاهر محمد طاهر، رامي ربيعة، علي لطفي، يعني أسماء مميزة والأهلي يعرف حق المعرفة كيف يتصرف ويتعامل مع هذه الظروف الصعبة خاصة عندما يتعلق الأمر بحدث عالمي كبير أو بحدث إفريقي. فأتوقع أن الأهلي راح يدخل المنافسة ومحضر جيدا لهذه البطولة وسيكون في المستوى بحول الله وقوته إن شاء الله ودي أمنياتنا. أستاذ وليد يعني حضرتك يعني مذاكر كويس جدا للنادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي وده شيء يسعدنا بالتأكيد. احنا عندنا حابين نقول لحضرتك إن دايما جماهير النادي الأهلي بتتسلح بمقولة الأهلي بمن حضر، إن شاء الله الأهلي يكون في الموعد ولاعيبي النادي الأهلي لحضرتك يعني حافظهم عن ظهر قلب يكونوا في الموعد. لكن توقعاتك بقى بالنسبة لمنتخب مصر والمواجهة القادمة، نرجع بيك بقى لمنتخب مصر ونتمنى إن شاء الله نكون سعداء الحظ إننا نستمع لتعليقك على مباراة مصر والكاميرون عبر القنوات الجزائرية. فتوقعاتك المواجهة دي ومنتخب مصر بيلعب صاحب الأرض والجمهور في ظل أجواء وحرص شديدة جدا ودعم كبير جدا للمنتخب الكاميروني من أجل تحقيق البطولة، أنت توقعاتك وتتوقع أن منتخب مصر قادر إن شاء الله على العبور للمباراة النهائية؟ طبعا أكيد أكيد لما نشوف المنتخب المصري الذي يلعب في مرحلة خروج المغلوب هو منتخب مصر مختلف ومغاير تماما للمنتخب المصري الذي كان يلعب على مستوى دور المجموعات. المنتخب المصري أبان عن قدرات هائلة وإمكانيات أيضا كبيرة جدا على مستوى الصراعات الفردية على مستوى الحضور البدني على مستوى الحضور الذهني. صراحة المنتخب المصري حاليا هو من بين أبرز المرشحين لنيل بطولة كأس أمم إفريقيا. المباراة صعبة أكيد أمام منتخب كاميروني متسلح بعاملي الأرض والجمهور ونعرف أيضا الكثير من الأمور التي يمكنها أن تدخل. تعرف زميلي جيدا الكواليس الإفريقية وما شابه ذلك. نتمنى هذه الأمور أن لا تؤثر بشكل أو بآخر على المنتخب المصري الذي يبقى خبيرا أيضا ويعرف حق المعرفة ما هو موجود ومتاح على مستوى إفريقيا. لكن الجميل والمشرف أن المنتخب المصري دخل المنافسة
واصبح منافسا شرسا لنيل بطوله كاس امم افريقيا ولديه كل الامكانيات لتحقيق ذلك. تتحدث عن مباراه كلاسيكيه ايضا بين منتخب كاميروني ومصري يعرفان بعضهما حق المعرفه، وكان تنافس كبير بينهما على مدار التاريخ، كانت افضليه للمنتخب المصري وبعدها افضليه للمنتخب الكاميروني. اخر مباراه كانت في 2017 المنتخب المصري خسرها بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تقدم بهدف مني، وقبل ذلك في 2008 من ينسى ذلك الهدف الجميل للمنتخب المصري بعد صراع على الكرة لمحمد زيدان الذي لم يفقد الأمل وجاء بوتريكا من الخلف فوقع واحدا من أجمل الأهداف التي بقيت راسخة أيضا في الأذهان. نتمنى أن يتكرر ذات المشهد ونفس السيناريو بحول الله وقوته في المباراة القادمة، وأن يبلغ المنتخب المصري العربي الشقيق المحطة النهائية، ولما لا التتويج بثمن الألقاب يا رب إن شاء الله بإذن الله. المعلق الممتع وليد فرحاني بنشكرك، ونتمنى زي ما سمعنا تعليقك على أهداف منتخب مصر نسمع تعليقك على أهداف الأهلي في المونديال، ونشوفك قريبا حتى بتعلق على الدوري المصري، لأن أنت إضافة لأي مكان والشعب المصري تعلق بيك وبصوتك وبتعليقاتك. وتمنياتنا للجزائر بكل خير وكل سعادة، وأنتم أشقاء في القلب دائما، بنشكرك جدا جدا. طبعا شكرا للاستاذ وليد فرحاني. للامانه يعني كان حديث السوشيال ميديا بعد تعقيبه او تعليقه على مباراه مصر وكوت ديفوار، وكان مهم جدا ان هو يكون ضيفنا عبر الهاتف من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لان طبعا عارفين شعبيه النادي الاهلي، وبالتاكيد بالتاكيد هيكون ليه شان كبير جدا، لان بالفعل بالفعل عنده امكانيات تؤهله ان هو يكون في مصاف المقدمي او معلق المباريات في الدول العربيه. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر امام الكاميرون، ونشوفه باذن الله معلق على احد مباريات النادي الاهلي، بس تكون في نهائي بطوله كبيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ولعله يكون نهائي المونديال. نتمنى ان شاء الله، احنا رايحين بنتسلح زي ما قلت بالامل، وعشان بنتسلح بالامل محتاجين نستعرض معاكم قائمة النادي الأهلي اللي سافرت للإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية. القائمة بتضم علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني وعلي معلول، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد أشرف، أليو ديانج، محمد محمود وطاهر، محمد طاهر، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد فخري، أفشة، ميكي سوني، زياد طارق، وليد سليمان، بيرسي تاو، وحسام حسن. كل الدعوات ليهم بالتوفيق، وعندنا بعض الكلام والتعقيدات المهمة جدا على فكر النادي الأهلي وأهدافه في البطولة دي في ظل الظروف اللي فرضت علينا يا أسامة. خليني أقول لك أن المباراة الأولى هي أخطر مباراة بالتأكيد، لأن أنت تفتقد اللاعبين الدوليين، بالتأكيد لهم ثقل كبير جدا، ولكن اللاعبين الموجودين والاهلي بمن حضر ان شاء الله يكونوا عند الموعد ويكونوا في قمه مستواهم، واتمنى يكونوا عندهم القدره البدنيه ان هم يلعبوا 90 دقيقه، لان فريق مونتيري فريق قوي جدا بدنيا، ومحتاجين ان احنا يكون عندنا التحامات قويه. وان كان هنتكلم عن فريق مونتيري والعشره اللي ممكن يتاخروا للوصول للبعثه، ولكن يعني انا شايف اننا قادرين ان شاء الله في حاله تاخر وصول العشره الدوليين لمنتخب لفريق مونتيري مع المنتخبات اللي بتشارك في تصفيات امريكا اللاتينيه، بالتاكيد هيكون عندنا وقفه عند التشكيله فارس، وانا حابب احط تشكيل وانت تحط تشكيل، ونشرك معانا المشاهدين عشان نفكرهم ان قد ايه في عندنا بعض النواقص، ولكن الاهلي فعلا بنحضر. انا بالنسبه لي ممكن طبعا علي لطفي في حراسه المرمى، واعتقد بيتسو موسيماني هيكمل بطريقه 3 4 3 اللي هو حتى لما لعب بقطاع الناشئين لعب 3 4 3، فمن وجهه نظري هيكون رامي ربيعه، وعلى يمينه ياسر ابراهيم، وعلى شماله مغربي ان شاء الله يكون جاهز باذن الله. الليفت وينج باك بالتاكيد علي معلول اضافه كبيره جدا، هو اليو ديانج، لكن علي معلول في مكانه بشكل طبيعي جدا. ومحمد هاني الرايت وينج باك، اعتقد ده خماسي يقدر ان شاء الله ان شاء الله واثقين فيهم ويقدروا يعني يأدوا الادوار مكان الاساسيين. عندنا اليو ديانج، وعوده اليو ديانج اللي افرحت كل جماهير النادي الاهلي، لان اليو ديانج حاليا هو رقم 6 الوحيد اللي عندنا في الفريق من الفريق الاساسي، فبالتالي وجوده عنصر مهم جدا. ومن وجهه نظر رقم 8 او اللي معاه يكون في خط الوسط هو عمار حمدي، كان شعله نشاط ما شاء الله في الثلاث مباريات الاساسيه اللي لعبهم في كاس الرابطه. عندي الثلاثي الامامي، والثلاثي الامامي انا وجهه نظري لازم نلعب على التحولات، نلعب ميديم بلوك ونلعب على التحولات مع فريق مونتيري المكسيكا، وبالتالي انا بشوف ان يكون عندنا سرعات، عندنا حسين الشحات، عندنا احمد عبد القادر، عندنا محمد مجدي قفشه، وعندنا وليد سليمان. الاربعه دول انا وجهه نظري
اي اتنين منهم مناسبين جدا، وانا هميل لحسين الشحات وقفشة، وهميل لراس الحربه طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر من وجهه نظري هو اللي يقدر يعمل التحولات ده والسرعات، وده اللي كان بيفكر فيه بيتسو موسيماني لما لعب بايرن ميونخ، وكان وقتها كهربا هو اللي لعب سنتر فيرود. فاعتقد ده التشكيل بالنسبه لي. انا مش عارف التشكيل بالنسبه لك، وهل انت عندك ان هو ممكن فكره ان هو يغير الطريقه، ولا الطريقه ثابته زي ما هي، ولا انت شايف في ايه؟ ظل الظروف دي اتمنى نلعب بنفس الطريقه، بس انا عندي تريكه بسيطه كده. اكيد زي ما اتكلمنا علي لطفي هيكون ليه حظوظ كبيره، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، وبعتقد ان محمد هاني ممكن يبقى الثالث بتاعهم، ويكون موجود في اليمين كريم فؤاد، وموجود في الشمال علي معلول، ويكون موجود عمار حمدي وديانج. يبقى كده عندنا كمان الهجوم. يتبقى في الهجوم بشوف ان حسين الشحات واحمد عبد القادر ومجدي قفشه، دول العشر عناصر اللي انا شايف ان هم ممكن يكونوا مين راس حربة موجودين. لا انا شايف ان انت تقدر تلعب بالشكل ده، احمد عبد القادر ممكن يدخل في الحته دي. انا مش شايف ان في ظل الحاله اللي انت موجود فيها محتاج راس حربه صريح. انت قفشه هيكون موجود عندك، وحسين الشحات هي قريبه من فكره طاهر، بس انا بشوف ان احمد عبد القادر ممكن يكون بيعمل التحولات من العمق او التحولات الهجوميه من قلب الملعب. فكره قريبه جدا يعني، متفقين بشكل كبير، ولكن انا بس اختلافي في حته طاهر. بس انا مختلف على كريم فؤاد، شايف ان الدفع بكريم فؤاد في المباراه دي هيكون صعب جدا، لسه من وجهه نظري بعد كاس مباراة تقيلة وفي تقل، فبالتالي محمد هاني وجوده يعني مهم جدا. ومغربي عنده الثقة اللي يقدر يلعب بيها في المكان ده، وكمان عنده لما نيجي لو شفنا الضغط اللي بيعمله فريق مونتيري والهاي بريشر والضغط العالي اللي موجود، انا بشوف ان مغربي بيقدر يطلع بالكرة بشكل سليم جدا، فده هيكون اضافة. لكن كل التوفيق لاي 11 لاعب يختارهم بيتسو موسيماني. احنا بس بنحب ننشط الذاكرة عشان نعرف الناقصين، وبعدين برضو نروح بقى لفكرة تاريخ البطولة دي والنادي الأهلي. وزي ما قلت لما تيجي تتكلم عن الأهلي المصري في كأس العالم للأندية قول المصري الحصري. النادي الأهلي بس مش في مصر، في أفريقيا هو الأكثر مشاركات. لو استعرضنا أكثر الفرق الأفريقية مشاركات في بطولة كأس العالم للأندية هتلاقي النادي الأهلي 7 بطولات أو 7 مشاركات، يليه الترجي ومازيمبي الاثنين شاركوا 3 مرات فقط لا غير، الرجاء شارك 2 مرات، والنجم وفاق الصيف وصن داونز والوداد كل منهم شارك 1 مرة. كمان عندنا اكتر 5 لاعبين خاضوا مباريات مع النادي الاهلي. لا ده اكتر من 5 لاعبين، اكتر اللاعبين مشاركه في البطوله محمد ابو تريكه والجمعة حسام عاشور 11 مباراه، كابتن عماد متعب 9 مباريات، شادي محمد واحمد فتحي 7 مباريات، وكابتن محمد بركات وامادو فيلافيو 6 مباريات. والهدافين بنتكلم عن هدافين الاهلي في البطوله، كابتن محمد ابو تريكه 5 اهداف، وللعلم كابتن محمد ابو تريكه الوحيد اللي سجل 2 في كاس العالم للانديه من ضربات ثابته. الضربات الثابته بنفتقدها بشكل كبير جدا. كل اللاعبين اللي شاركوا في بطوله كاس العالم للانديه على مدار التاريخ ما حدش منهم سجل 2. عندنا امادو فلافيو 4 اهداف وعماد متعب 2. تمام. عندنا كمان الجوائز بتاعت كاس العالم للانديه بالارقام، 5 مليون دولار للمركز الاول، 4 مليون دولار للمركز الثاني، 2.5 مليون دولار للمركز الثالث، 2 مليون دولار للمركز الرابع، ومليون ونص دولار للمركز الخامس، ومليون دولار للمركز السادس، والمركز الاخير 0.5 مليون دولار. بالتاكيد دي كانت ارقام عن بطوله كاس العالم للانديه والمشاركه الحاليه. لكن انا حابين نروح برضو لفريق مونتيري المكسيكي او مونتيري المكسيكي، عشان في ناس كتير بتتكلم وبتقول ان في 11 لاعب مش هيلعبوا مع فريق مونتيري المكسيكي في مواجهه النادي الاهلي. لا هو بالفعل في 11 لاعب مشاركين مع منتخبات، او نقدر نقول خلاص 10، في لعيب مصاب فريجيرا خلاص رباط صليبي بعد مباراه كروزازول، وفي لاعب هيكتور مورينو رجع لانه كان حصل على الانذار الثاني في مباراه المكسيك وكوستاريكا، وبالتالي مش هيكون عنده احقيه في مشاركه مباراه المكسيك وبنما، وبالتالي هيكتور مورينو عاد للبعثه او التحق بالبعثه، وباقي ال9 لاعبين هيأدوا مشاركاتهم مع الفرق او المنتخبات المكسيك والارجنتين وتشيلي وباراجواي وكولومبيا، وهيرجعوا يوم الخميس بالليل لان اخر المباريات هتكون الخميس بتوقيت مصر 5-6 صباحا في الحدود دي، وطبعا الرحله هتستغرق 15 ساعه، بالتاكيد ده ارهاق يا فارس كبير على اللاعبين واستغراق 15 ساعه. والبعثه او فريق مونتيري المكسيكي لما رجع او كان
وصوله لابو ظبي كان خلال 15 ساعه وعمل كمان ترانزيت في ايسلندا لان مفيش طيران دايركت، وبالتالي ده ممكن يؤثر بشكل او باخر على لاعبي فريق مونتري المكسيكي. بص احنا كنا بنتكلم، اكيد انت برضو كنت مشارك معانا مع جزء من جمهور مونتري كان بيتكلم ان اكيد ده هيأثر بدنيا، ولكن هم عندهم حظوظ اكبر ان اللعيبه هتكون متواجده تقريبا قبل المباراه بيومين وده هيخليهم حظوظهم اعلى. كمان الفريق قائمته واسامه تكتيكيا داخل الفريق في حلول كتير جدا، وده اللي بيخلي برضو انت مش حاسس ان غياب مثلا فيرجارا نتيجه الاصابه او ميزا اللي مر بظروف اعراض كورونا برضو ده اللي هيأثر على الفريق. وان كان ميزا لاعب مميز جدا، يمكن حتى معانا صوره ليه واندبندنتي الارجنتيني بيحتفل بعودته وانضمامه لمنتخب الارجنتين لان هو لاعب اندبندنتي السابق قبل مونتري وغاب عن منتخب الارجنتين 1157 يوم. هو لعب تقريبا مش تقريبا لعب 10 مباريات في سنة 2018 من مارس 2018 لنوفمبر 2018، وكانت آخر مباراة أمام منتخب المكسيك بشكل ودي. فلما عاد بعد الغياب ده وعاد ليه؟ لتألقه مع فريق مونتري المكسيكي، لأن في 20 مباراة ساهم في 10 أهداف، صنع 5 وسجل 5، فبالتالي عودته لمنتخب الأرجنتين لكن ما شاركش لأنه كان عنده أعراض كورونا برغم النتيجة سلبية. ففريق اندبندنتي الأرجنتيني جاب له تيشيرت رقم 8 وادهوله كتكريم له. بالظبط. كمان اللاعب اون فاير في الكلوزورا وهو الدوري المكسيكي اللي بيلعب حاليا في الجزء الثاني منه، اتلعب 3 مباريات، اللاعب مساهم في 3 اهداف في الثلاث مباريات، سجل هدف وصنع 2، لاعب مميز جدا، هو الرايت وينجر بتاع الفريق ولاعب اكيد ممكن يبقى لنا وقفه معاه. ففريق مونتري في أفضل أحواله حتى لو عنده بعض الغيابات، ولكن هو داخل بأفضلية. كنت حابب أقول حاجة خلال مشاركاتنا أسامة، إحنا حصلنا 3 مرات على المركز السادس. ليه بقول ده؟ أكيد حصلنا مرتين على المركز الثالث برونزية كأس العالم للأندية وشيء عظيم، ولكن أنا بقول ده عشان الجيل اللي موجود هناك أو الفريق اللي موجود في البطولة. ارفعوا عن نفسكم الضغوط. مش معنى كده إن أنت مش مطالب تدافع عن تيشيرت الأهلي، أي حد بيمثل تيشيرت الأهلي هيدافع عنه، ولكن لازم تعرفوا إن بأجيال كبيرة حققنا بعض النتائج السلبية. إذن أنت مطلوب أنك تحاول ولازم تحاول ولازم تحافظ على تيشيرت الأهلي، ولكن جزء من تحرير الضغوط يكون مهم جدا ويفرق مع الجيل ده والفريق ده، وقد يحدث مفاجأة لو قدروا يحافظوا على الشعرة ما بين أنك ترفع عن نفسك الضغوط وأنك تقدر تعمل حاجة وتحاول وتركز. بص يا فارس، الجيل ده تحديدا يعني يمكن فرق على الجيل أبو تريكة وبركات وعصام حضري ومتعب، مش عايز أذكر أسماء لأنه مشاركاتهم الأولى كانت المركز السادس ثم حققوا الميداليه البرونزيه. الجيل ده بدا من الميداليه البرونزيه، فبالتاكيد انت حققت انجاز، ولكن احنا دائما وابدا ثقتنا في لاعبي النادي الاهلي لان عندنا قاعده ما بتتغيرش، الاهلي بمن حضر. يعني ايه؟ يعني انت هتحاول وتقدم اقصى ما لديك والنتيجه دي بتاعه ربنا، وبالتاكيد بالتاكيد جماهير النادي الاهلي مقدره الظروف بشكل او باخر لان هي بالفعل ظروف صعبه جدا، وانا بشوف ان ده أسوأ توقيت لبطوله كاس العالم للانديه تبعا لظروف لاعبي النادي الاهلي. ولكن ان شاء الله نكون قادرين على تقديم مواجهه قويه جدا امام مونتري المكسيكي، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. يا اسامه استمتعنا بوجودنا معاكم في الاهلي في المونديال، ومستر مانويل جوزيه عراب الكره في النادي الاهلي كان دايما يقول الأسوأ من الهزيمه هو عدم القتال من اجل الفوز، وده اللي احنا منتظرينه منكم، فقط القتال من اجل الفوز. استمتعنا بيكم وان شاء الله نشوفكم خلال الأهلي في المونديال، وفقرة تكون معاكم نستمتع بيكم وتستمتعوا بالأهلي في المونديال.